أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفتنا مجاهرة جديدة ومجاهرة رائعة بصراحة، مثقفة وإنسانة واعية، الأخت التونسية سميرة. خلونا نرحب فيها. أهلا وسهلا فيك يا أخت سميرة. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين وعسلامة من تونس، وإن شاء الله الحلقة الليلة تهم خاصة عقدة الأنثى في المخيال الشعبي والذكوري، وإن شاء الله نستمتعوا مع بعض. أكيد أكيد إن شاء أكيد الله تفهموا اللهجة التونسية، راني نحاول نقرب شوية من اللهجة الشرقية، ولكن تونسي تونسي غالب عليه طبعا. ولا يهم ولا يهمك اخت سميرة، خذي راحتك الله يخليك، وانشاء نقول العقل. يعيشك. يعني انا متأكد الله لن ينشاء، يعني بس انشاء العقل. ف يعيشك. اختي سميرة، يعني نحن تعودنا بطاقة تعريفية عن شخصك، بطاقة مختصرة، مين هي سميرة؟ تفضل. أنا اسمي سميرة، قسيس، بنت الحبيب قسيس ونعتز بابا اللي هو الله يرحمه، كان نوعا ما علماني وكان ضد الحجاب وكان ضد دفن المرأة، وأنا ذكرى الوفاة وحبي الكبير البابا، هو اللي علمنا الحرية، وكان كيف أخويا يضربني يقول له ماكش راجل تهز يدك على امرأة، كان أخويا عندي أخويا يعني متدين شوية، فكان هو يعني مثلي الأعلى. أنا بفضل التربية العلمانية والتربية المتحررة والفيها مساواة في أسرتي تربيت، ما نحسش روحي اللي أنا عورة أو أنثى، صرت مدرسة أستاذة جامعية، مدرس لغة فرنسية، حاصلة على ماجستير حضارة وأدب ولانجوستيك فرنسي، وحاليا درست بالعالم، حاصلة كذلك على شهادات من أمريكا في تدريس اللغات الأجنبية لمدارس عالمية، يعني فيها طلبة يتكلموا لغات مختلفة. حاليا بدرس فرنسي في الصين لطلبة يتكلموا صيني وأنا أتكلم فرنسي، تصوروا. فالحمد لله عندي أولاد وجد وأولاد أولاد، وتسمعوا كثير نقول الحمد لله بالتعود، يعني الشكر لنفسي، يعني أنا صنعت نفسي. أكيد 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 أختي سميرة، يعني هو اللغة بتعويد، يعني هي المصطلحات تعودنا إن شاء الله والحمد لله، لكن ما أحس بيهم، ما أفكر في الله القرآني أو السماوي، يعني الله بتاعي عندي إلهي، يعني اللي هو في الصين هنا نقول لهم بشو تؤمنوا، تقول لك أنا إله نفسي، الصيني يقول لك أنا إله نفسي، فيمكن أنا إلهة نفسي، يعني أما نقول الحمد لله يعني الحمد لله، يعني بكل تأكيد بكل تأكيد، يعني هي مصطلحات تعبيرية نعبر فيها عن مشاعر معينة، عن تعود تعود تعويد هي. طيب أخت سميرة، خلينا نبدأ، علاقتك مع الدين، كيف بدأت علاقتك؟ شو علاقتك مع الدين؟ تربيتك قصة بدي قصة، قصة عجيبة وقصة مضحكة وقصة بالفرنسي يقولوا لي غوني دو سوغ، يعني سخرية من سخرية الأقدار، أني أنا تربيت في مجتمع أو في عائلة متحررة دينيا، يعني حتى بابا الله يرحمه، احنا في تونس من نوع اللي يبدأ يصلي بعد 50 أو 60 ويروح يعمل له حجة ويستغفر وقبل ما يتوكل يعني يتوفى، فكان عايش حياته يعني، فما كنا نهتم، يعني ساعات نقعد نتذكر وقتاش صمت أول مرة أو صليت، ما نتذكر لا نصوم لا نصلي. فبس سافرت على أمريكا للدراسة، وهناك تعرفت على زوجي السابق، أنا حاليا متزوجة من تونسي الحمد لله، وزوجي الحالي صديقي وحبيبي وملحد مثلي يعني. فتزوجت مصري. تعال نحكي لكم على قصة الزواج اللي هي أصل دخولي في الدين من هذا الزواج. كان في قصة طريفة طريفة تتحكي يعني، ولا ألف ليلة وليلة. المهم كنت أدرس، كنت في أمريكا،
كنت بدرس في مدرسة لترجمة، فكنت أحب جانب شغلي كمدرسة فرنسي أحصل على شهادة في ترجمة، لأني كنت بتقن يعني إنجليزي على فرنسي على عربي. وأياميها خاصة كانت حرب أمريكا مع العراق وهيك، فكانوا محتاجين مترجمين عرب، فكنت أحب أحسن إنجليزي بتاعي، هو لليوم مش حلو يعني. أنا فعلا اختصاصي اللغة الفرنسية. فكانت معاها في الفصل واحدة تتكلم فرنساوي، هي من كوستاريكا، وكانت تعرف واحد مصري كان ساكن في السكن، فين هي ساكنة، المهم كان جارها بالسكن، وهي كانت زميلتي بالفصل، فعرفتنا على بعض، اتعرفنا يعني أنا تونسية وهو مصري، شوية شوية حبينا بعض حب غير عادي يعني، كان حب كبير. في يوم كنا في بيته، كنا نروح لبعض لبيوت بعض، وهو كان نايم في غرفته، وكنت أنا محتاجة ساعات عشان أترجم الدروس، كان هو معاه لابتوب جايبه من الإمارات على أمريكا فيه الحروف العربي، فكنت أستأذن يعني أقول ممكن أجي أستعمل اللابتوب عشان أكتب نصوص بالعربي وهيك، يقول لي تعال. فرحت البيت وتقابلت مع ماريسيلا هذه اللي من كوستاريكا عنده، هو كان نايم، احنا كنا ندخل شقته نستعمل لابتوب في الصالة يعني. فجيت أفتح اللابتوب سمعت الأذان، ما بعرف هو يمكن آخر يوم بالليل سكر اللابتوب، خلى سي دي مفتوح فيه أذان أو شيء مسجله على اللابتوب. أنا صدقني عمري ما سمعت الأذان، تعودنا عليه، إحنا أصلاً بيتنا كان يعدي من قدامه قطار، فكنا ننام ولا يهمنا لا أذان ولا القطار يعدي، كانوا يجينا ضيوف وكنا كيف بتنام والقطار يعدي كل ساعة، عودنا. فحتى الأذان في تونس أنا بسمعه ولا بسمعه. يوميها بقى كان عندي يمكن أكثر من سنة في أمريكا، فأنا فتحت اللابتوب وأنا سمعت الأذان، تأثرت، ما بعرف تأثرت إني كأنه نوستالجيا ما سمعت أي أذان بأمريكا بقالي سنة، فكأنه فكرني بالأوطان بالحنين. وشفت أخينا المصري هذا يجري فاتح غرفته، مين حط الأذان؟ مين حط الأذان؟ البنت هذه ماريسيلا قامت قالت لي هي ما أحلاها الأغنية، كانت تتكلم فرنسي، قلت لها بس مش أغنية هذه، هذا أذان، هذا دعاء للصلاة. لقيت نفسي قدام البنت اللي من كوستاريكا بدافع عن الأذان، وزعلت إنها سماته أغنية، غششت يعني بتونسي يقولوا. وشفت هذا الشخص، ما أحب أذكر اسمه، اللي هو صار زوجي بعدين، قلت له شو حلو الأذان، من زمان ما سمعتش الأذان، وعيني دمعت وتأثرت ودخلت لك في عالم روحانيات ما بعرف منين جاتني ولا عندي فكرة. المهم يقول المصري هي قال لي، كلمني مرة في التليفون قال لي أنا شفت إن عندك بصيص من النور، أنت مش ملحدة. فكان يسألني على الدين وإيه أخبار الدين عندكم في تونس، قل له ما بعرف، ما عندي فكرة فعلا، ما نعرفوش. فقال لي لقيت لك شيخة بتدرس دين في مسجد أتلانتا، هذا أنا كنت في جورجيا في أمريكا. ففرحت قلت له يا أنا ما عندي فكرة على الدين الإسلامي، كان عمري بالضبط وقتها 32 سنة أو 33 سنة. قلت له فعلا؟ قال لي هي شيخة، هي دكتورة ودارسة دين، وهي مصرية وبتدي دروس للي داخلين جداد في الدين. فأنا تصور رحت المسجد هذا اتعلم الدين كاللي داخلين يعني دخلوهم المهتدين الجدد يعني انا منهم، فانا اصلا مولوده مسلمه لكن ما عندي فكره. المهم رحت على المسجد يا عيني وابتديت اتعلم دين،
وبدات تقول لي وهو اللي بيحمي الرضيع وهو لحمه حمراء وهو اللي مش عارف ايه والله والخالق والاغاني يعني اللي بعدين صرنا نسمعها من عمرو خالد والعاطفه، هذه الدين اللي بيكلم العاطفه، وتكون انت في لحظه مغترب وبعيد. وكمان انا وقتها منفصله عن زوجي الاول وسايبه اولادي في تونس، وكانت في لحظة غضب يعني، أنا سافرت أمريكا. المهم فكنت سائر على زوجي الأول اللي هو أبو أولادي، يعني يقول لي أنتم النساء بدي بحرركم، أنتم لازمكم نظام طالبان في تونس، لازم نجيبكم من شعركم. فقلت له جبتني من شعري يا ابن مش عارف مين، باي باي. رحت سايباله الأولاد وسافرت على أمريكا وطلبت طلاق وانفصلت. فحسيت في لحظة أن أنا يمكن تسرعت، وكنت أول ما قال لي كلمة طالبان ونجيبكم من شعركم، أياميها كان وقتها نظام أفغانستان وطالبان هذا وحرب العراق وبلادن، وكانت هاي الموضة. فقال لي آه برجيبة حرركم، صرتوا عاملين براس براس مع الراجل، لازمكم نظام طالبان في تونس. فأنا أتصور صرت على أبو أولادي لأنه بس قال كلمة لازمك طالبان ونجيبك من شعري. لقيت نفسي قاعدة أسمع قصص الحاجة هذه الشيخة في مسجد أتلانتا، وهي وأنا بسمع هيك فجأة ظهر لي الدين. آه والله لازمنا طالبان، غسيل دماغ مش عادي يعني. أنا كنت وقت أولادي وحشوني بعيد عن بلدي، أبويا لسه متوفي جديد، فكنت حالة تعبانة يعني. وهي الدين هو بيجند أو بياخد الناس اللي هي مش في حالة تفكير. المهم بعد ما قعدت مع الشيخة هذه قالت لي في آخر الحلقة الدينية يعني، وإحنا بترفع علينا الملائكة طبعا، بعدين عرفت إن ما من مجلس علم إلا وتأمه الملائكة يعني، الملائكة اللي هي بتبتل عن في الستات الملائكة اللي لو زوجها يعني ضربها الصبح يقولها. ففي حديث يعجبني يقول لا تجلد زوجتك جلد العبد لعلك تعانقها ليلا يعني. فانت بتضربها الصبح خلي بالك بالليل حتنام معاها، فاضرب وخلي فسحة للصلح. فهي نفس الملائكة، ولو انت في الليل يعني ضربت الصبح وقلت لا في الليل تلعنك الملائكة يعني. هاي الملائكة بترف يعني على مجالس العلم تلعن الستات يعني. المهم نظام الملائكة هذا يعجبني من amazing، يعني أنا نلقاه amazing بالفرنسي يعني أحلى نكتة في الديانات. المهم قامت الحاجة أماني هذه المصرية الشيخة المهتدين في أو المهتديات من فلبينيات وباكستانيات ولاجئات واللي في أمريكا كل أشكال وأنواع يلموهم أشكال تعبانة. أنا بعدين قلت أنا فيش نعمل مع الناس هذه، فيش نعمل فعلا. وقامت أعطتني منشورات وقالت لي وزعيهم في العمارة وانشر الدين الإسلامي. أنا طبعا قلت لها لا، أنا محتاجة لنفسي، اللي حبي ما رميتهم بالزبالة فعلا، رغم اني وقتها داخلة في الدين، لكن عمري ما اعطيت منشور لحد وقل له اؤمن او لا تؤمن. انا لو حد اعطاني ورقة وقال لي اؤمن ممكن اشتمه. انا دخلت هيك في الدين مسحوبة، هي في حالة انهيار تام يعني. المهم فقالت لي انت مع مين جيتي؟ مين جابك للمسجد؟ مين عرفك بي ومنين؟ قلت لها صديقي. لي صديقك؟ مين صديقي؟ قلت لها صديقي واحد مصري هو اللي جابني. قالت لي اهو وانتوا جيتوا مع بعض يعني؟ قلت لها ايه، هو قاعد في المسجد ناحيه الرجال يعني، احنا كان في ناحيه للنساء وناحيه للرجال. قالت لي وتوا خارجه ماشيه مروحه معاه يعني، تركبوا مع بعض نفس الكهربه بالتونسي يقولوا السياره يعني، كهربا جاي من كهرباء، توانسة فرحانين في سيارة تمشي بالكهرباء سموها الكهرباء. فقلت لها ايه، قالت لي والسيارة تاعت مين؟ تاع شكون؟ الكهرباء تاع شكون؟ قلت لها كهربتي تاعي سيارتي. قالت
قالت لي يعني هو بيركب معاك في نفس الكهرباء في نفس السيارة؟ قلت لها ايه، جينا مع بعضنا. لا يا ماما ما ينفع، ما ينفعش، انت اخترتي طريق الله. قلت لها اه، توريطة توريطة يا اخ جان، توريطة اتورطنا. اول ما تدخل في طريق الله ولا تعرف تاخد قرار، بياخدوا لك قرارات. قالت لي اسمع يا بنت الناس، لو اخترت طريق الله صديقك هذا تنسيه، يا اما يكتب عليك كتاب يعقد عليك، يعني يصير زوجك يركب معاك في نفس السيارة، ما يعقد عليك يروح يشوف اي تاكسي يروح فيه، ما تركبيه معاك في نفس السيارة. ارمي الولد، هو جابني ارميه في الشارع. طب اكتب عليه. فرحت لقيته مستنيني قدام الباب في الباركينج جنب السيارة. قلت له الحاجة قالت لي هيك هيك هيك. وطبعا على فكرة، وهذه نقطة مهمة بيأثروا فيك بالموت، يوميها كان في جنازة، صلاة جنازة في المسجد، بيبي طفل صغير صندوق قد ايه. فوانا طالعة لقيت الناس بتصلي صلاة جنازة، فهي وقفت هيك مسكتني، صلي صلي جنازة. قلت لها ما بعرف شو يصلوا جنازة، ما نعرفش، أنا جاية نتعلم أصلا، ما نعرفش نصلي. يصلي يلا أعمل كيفنا، واقفة ما نعرفش شنو اللي صليت، أي كلام أي هبل. وقالت شفت، ممكن تموتي في أي لحظة، شفتي البيبي وصرت تبكي. أنا أول ما بنشوف الأطفال يا عيني بموت في الأطفال، أما شفت الصندوق هيك صغير وجنازة الطفل صرت تبكي. شفتي تركبي معاه في نفس السيارة؟ وهو كان واقف هناك عند كل الناس واقفة في ساحة المسجد على البيبي هذا الطفل. شفت الموت، الله دايما رابطينه بالموت، تموتي وانت عامله ذنوب. قلت له شو الذنب اللي عملته اصلا؟ الرجال الله يخليه هو اللي جابني ليك، يعني ما مش ذنب هذا. خلاص قد روحي تقول له، يا تكتب علي كتاب يعني نتزوج، يا ما تركبش في السياره. فهو اعتقد كان مش عارف يلاقي تاكس فكتب علي. يمكن خاف يدفع ثمن التاكس، خاف ما يلاقيش تاكس. رحت قلت له، قال لي اوكي نكتب، شو المشكل يعني؟ وتريني ما كنتش عندي فكره، ولا لاس فيجاس يعني الزواج المصري كانه يعني يقول لك تزوجتك من هنا انت طالع من هنا، يعني مش معاهم. انا كان بالنسبه لي حاجه كبيره يعني، عادي يعني. ساعات نقعد نتذكر نقول يمكن. سؤال بعد اذنك، بنفس اللحظة اتزوجتوا يعني؟ ايه بعد الجنازة على طول يا عم، الجنازة طلعت من هنا وهي لمت لي اربع انفار وشهود وشيخ باكستاني نسيت اسمه، وكتبوا لنا ورقة هيك وزوجونا، يعني عارفة جوازة وجنازة. يا بابا رحت اتعلم الدين الاسلامي، طلعت متزوجه بمسلم، زوجوني وصلوني، صليت صلاه جنازه، وقعدت اتكلم في مقدم ومؤخر وشو اسمه هذا ومهر، وانا مكسوفه اصلا مش في دماغي، يعني حاش ما نقوله بالتونسي اصلا، دموع دموع نبكي على كلبي والولد اللي لقى روحي نعرس يعني اتزوجت. سؤال بعد اذنك، يعني انت هلا انسانه مثقفه متعلمه، يعني عم تدرسي جامعه، خلصه جامعه جاي عم تدرسي لغات، يعني بصراحه بهيك موقف انت لا مفكره بالزواج لا بحيطه بمخك الزواج ابدا ابدا. هذه خطورة غسيل الدماغ. ليش أنا اليوم حبيت نطلع في البرنامج ونحكي قصتي، أنا اليوم نحكيها وأنا نضحك يعني، نقول ولا نكتة ولا طرفة أصلا. أنا يمكن قصة حياتي شفت، عندي تجارب غنية وعشت ودرست وشفت كثير، لكن الخمس سنين زواج مع هذا المصري، أنا كاتب عليه كتاب توا وصل 400 صفحة
كل لحظة عشتها معاه، كل اللي حصل من يوم ما دخلت هذا المسجد بوثقه، يعني بكتبه كمذكرات بوثقه، لأنه فعلا يعني هي تجربة دخلك عالم. يعني ما فهمت أنا، هل إحنا ندخل في عالم الغيبيات أو الغيبيات تدخل في حياتنا أو تسير حياتنا؟ ما فهمت، يصير عملية جدلية ما تعرف هل أنت خدت قرار، هل سحبوك، هل عندك مخ، هل أنت إنسان بتفكر، هل ما صرت عندك مخ، يعني وين العقل يروح؟ دخت أنا الحمد لله إني هي التجربة دامت 5 سنين. في ال5 سنين طبعا صار أنا تقريبا الحد من السنة الأولى، يعني أصلا الحد الحار قبل الحاد، يعني قبل الزواج والتجربة ما كان يهمني واحد مؤمن أصلا، كلمة الحاد ما أعرفها أو مؤمن ما أعرفها أو صلاة ضحكة عندي نطق. الأديان كانت بالنسبة لي أصلا في بيتنا ما شفتش بابا يصلي لحد ما وصل عمره 60 سنة، يعني تربيت وكبرت ما في حدا يصلي في البيت، لا ماما تصلي، ماما تلبس ديكولتي، وبابا كان فيري مودرن، يعني ما كناش نتكلم، يعني الدين كنا نعرف رمضان اللي يحب يصوم واللي يحب، كنا بنفطر أنا وإخواتي في ركن هيك من البيت ونشرب سجاير أنا وأخوي الله يرحمه توفى كمان، وبس وقت الفطار عاملين نفسنا صايمين قدام البابا والماما والجيران والعيلة، كان نفاق يعني سوشيال، يعني دين اجتماعي كعادات ككل عيلة تونسية أو عربية، ولو أن احنا ما نعترف أن عرب، احنا أمازيغ. المهم حصل هذا الزواج، يعني روحنا البيت متزوجين، رحنا نتعلم درس دين، روحنا هنيمون. بس ما بدي أحرق الكتاب، لأن القصص اللي كتبها على اللي حصل يوم بيوم 5 سنين، كل حد يقول لي هذه قصة حياتك، يقول لا مش كل حياتي، 5 سنين من حياتي. المهم كان وقتها شهر أبريل، نتذكر أعتقد تزوجنا هيك بأبريل، وهو أصلا كان جاي بعثة يدرس MBA، والبعثة تخلص على آخر مايو، كان واخد هو إجازة من شغله بيشتغل في مصر، بس خد إجازة لأنه إيه، كان وقتها حصلت بعد 11 سبتمبر البروفيسورات الأمريكان ما عادوا يروحوا على الجامعات الأمريكية بمصر، فهو كان ابتدى بالجامعة الأمريكية MBA، فإجا كملها خد إجازة وتصرف طبعا المصريين فهلويين في المعارف وفي الرشاوي عشان يعرف ياخد إجازة من شغله 6 شهور يطلع أمريكا، في ال6 شهور اللي هو طلعهم يكمل MBA اتزوج لي يا عيني. زي ما يقول لي هو انت اكبر مصيبه في حياتي، يعني اول ما الهانيمون ابتدى ان انا بقول له انت مصيب، انا يعني انا كنت متاثره فرحانه شويه في عالم ما نعرف نوصفه بصراحه، بس هو اول ما بعد ما صرت مراته كما يقولوا مرته، صار يقول لي انا كيف تزوجت، انا كيف عملت العمله في روحي، شو انا اهلي بعثيني ادرس، انا مروح على بلدي بعد شهرين، اعمل فيك ايه؟ قلت له انش عرفني، تصور واحد يتزوج من غدوه، نقول بالتونسي من غدوه، يعني تاني يوم يقول انا طب صار عندي زوجه يعني وانا راجعه بلدي وجاي ادرس، شو حعمل فيك يعني؟ المهم كنت بشتغل، انا كنت بدرس ومدبر حالي هيك شغل مضيفة في أوتيل، فساعات نضطر يعني نقدم خمرة، قال بطل الشغل، بطلني الشغل، ما توزعي خمرة، ابتدينا صار طب منين بدنا نصرف، ربك يحلها، ربك هذا عمره ما حلها صراحة، وكل شيء يقول يا ربنا بيقول اه كانت هذه الحجة أماني تقول يرزق الطير، قلت لها لا يا ماما، أنا من يوم ما دخلت في عالم الدين ده
وسبت شغلي وصرت هاوس وايف، يعني خلاني قعدني في البيت. بالعافية كملت الدبلوم والدراسة لحد شهر 7. هو سافر على آخر 5 آخر 6 وحجز لي تذكرة، خلاص أنت صرتي مرتي وأنا ما مش عارف كيفاش نقول لأهلي أنا حجزت لك تذكرة ترجع على تونس، خلاص شوف لك حل، قاضي عند أهلك في تونس ونشوف لك حل. قلت له طيب أنا عندي جامعة يعني نخلص على شهر 7 دبلوم والامتحانات، خلاص حجز لي بعد الامتحان على طول. حتى بتذكر في سبتمبر كلمتني هذه واحدة ولا أنسى اسمها، ريد ميلر، كانت في الجوفرمنت سكول في أمريكا، تقول لي أنت فين؟ فكذبت عليها، قلت لها ابني وعمل أنا كنت لسه جاية من عمرة وابتديت أكذب يعني. قلت لها ابني وعمل حادثة وأنا في تونس، وقالت لي خلاص يعني هتيجي تعملي مايكرو تيتشنج برزنتيشن وتمضي العقد وتبتدي شغل. أنا خلصت الدراسة وكنت عندي بادية مع اتفاق عقد إني أشتغل بالجوفرمنت سكول بأمريكا. فكذبت عليها، قلت لها ابني حيموت وانا ابني زي الجن انا اللي بموت. المهم قالت لي خساره وشو بتعملي في تونس؟ ما قلت انا اصلا وقتها مش في تونس، انا في مصر، يعني من امريكا ل زي ما يقولوا هم المجاري، مصر في المجاري، هم يقولوا مجاري يعني كلمتهم عم يحبوا يقولوا ان او بيئه، في البيئه المسلمه يعني بيئه الشرق، قولوا ده بيئة، هم كلهم على بعض. مع بحب المصريين وعندي أصدقاء كتير مصريين وبعشق مصر، بس الناس اللي هي مريضة بالدين أنا كلهم بسميهم بيئة، حتى لو هو هاي كلاس يعني هو بيئة دينية. عندي كلمة بيئة مش معنى من حواري شعبية أو فقير أو عامل يومي، احنا نقوله يعني شغال بالأجرة. البيئة عندي هو البيئة الديني، فين ما في دين وساخة وساخة يا عيني. وانت تقرأ قرآن وانت بتجهز على الضحية تقرأ له شوية آيات بس، ارجع انا رجعت على تونس، رجع هو على مصر على اخر شهر 5 وانا رجعت على تونس على شهر 7. شفت اولادي طبعا واهلي، قلت لهم ان انا تزوجت. قام هو طبعا متابعني اياميها، لا نسيت مش عارف كان في الامسان وقتها او تليفونات، كان بيكلمني يقول لي خلاص انا ما لقيت لكش حل، مش عارف اصارح اهلي اني تزوجتك خاصه انك مطلقه وعندك اولاد. وانا كنت اكبر منه 5 سنين، هيك كان انا وقتها عمري، هو كان عمره 30 انا كان عمري 35 هيك أو نسيت يعني فرق، كنت أكبر منه شوية. قال لي هذه مصيبة، كيف أقول لأمي أنا خذيت تونسية ومطلقة وأكبر مني؟ قلت له يعني حد ضربك على إيدك مش كان قدام الجنازة والجامع وأتلانتا والشيخة والحجة مش بتقولوا؟ وقتها ابتديت شوية ابتديت نقرأ، مش بتقولوا إن نصيبك وزواجك في اللوح المحفوظ يعني؟ طب انا نصيبك اهو وانت بتحبني وحبيتك وعشنا، واحنا بصراحة يعني غير الدين، مع احترامي له لو هو يوم شاف هالفيديو ما بعرف لسه متدين بعد على الدين ما عادش عندي بيه اي علاقة، زعلان مني هو لان انا اللي طلقته يعني في الاخر بمحاكم تونس، يعني محاكم تونسية ووزارات وتدخلت عشان اخلص من اصلا. لما وريته ورقة المأذون بعثالي هو، أنا أجبرته هددته فبعت لي ورقة طلاق اللي هي ورقة شيخ يعني، فأخذتها للمحامي عندي في تونس. قالت لي شنو هذه؟ أصلا حاسة إن نفسها في قريش يعني. قلت لها ورقة شيخ يعني اسمه طلاق بالمصري. قالت لي يا ماما هذه تبليها وتشربي ميتها. طلاق مين ده يا شيخ؟ مين ده؟ قالت لي أنت هبلة. يلا قالت لي يا بنتي شوفي لك محضر زي يقولوا احنا في تونس نسميه عدل المنفذ، تبعته له على الامارات وعلى مصر، على هو شغال بدبي
وهو مصري ومقيم في دبي. فكانت قصة بقى، بعت له محضر على دبي ومحضر على مصر، وفضيحة يعني وصلت لأهاليه، وعرفوا ان انا اللي بطلقه بالمحاكم. تون مش ممكن تشيلوا اسمه من الباسبور ومن الهوية الا بمحاكم. الورقة دي يا ماما تعلقيها عن الخيبة انك متجوزة مصري، يعني الخيبة التقيلة. كانت محاميتي وصاحبتي. المهم مش يرجع يقول لي مش عارفة صارح اهلي، طب نعمل ايه؟ قال لي خلاص لازم نطلق، احنا متزوجين من شهر، اتزوجنا على ابريل، نطلق بجولاي، واصلا هو قاعد معايا شهر وسافر بمايو، سافر مصر ما شفتوش. متزوجه، كان عندي صديق تونسي معايا في امريكا، يقول لي انت تونسيه تتزوجي مصري؟ اعمل ايه؟ كان اسمه حسين، وتحياتي اتمنى يا حسين لو تشوف الفيديو، كان عميد التونسيين، شيخ التونسيين. قال لي انا مجهز لك احلى جوازه، واحد تونسي عنده رانش في التكساس وسمع عنك انك مدرس، وقلت له في واحده تونسيه. قال لي انا اصلا، قال لي حشمان مكسوف اني اقول ان الزوجة مصري، يعني كان عندنا في ثقافة جيبها، يقول بيننا وبينهم 4000 سنة حضارة يعني. أميرة بعد إذنك شوي، بس بدي أذكر أصدقائي إنه راح أفتح السكايب بعد نص ساعة عشان يتصلوا فينا طبعاً. سميرة يا ريت تحكي لنا هلا المعاملة كشخص رجل متدين معك كزوجة. طبعاً احكي لي هالقصص هي يا ريت. طبعاً طبعاً، هي القصة ابتدت من هون. تفضل. يعني القصه ابتدت لانه ما حصل طلاق، قال لي خلاص هنطلق، قلت له اوكي، قال لي لكن انا عندي امنيه. شو هي الامنيه؟ اني اخذك عمره. انت شفت البصيص النور هذا، ولما شفت دموعك قدام الاذان وبالمسجد وانا فرحان انك كاني يعني جبت واحده تايهه ورجعتها للدين الاسلامي، فكمل جميلي معك واخذك عمره. يعني عمره وطلاق، يعني بعد العمره نطلق وارجعي امريكا بقى. خلاص اصلا تضحك. طبعا هنمون في مكه يا ماما، هنمون وراء طلاق. فبس المهم ما نختصر عشان نوصل للمعامله الدينيه. ما بعرف، انا كنت في مكه، لا خليت لك زمزم، يقول لك زمزم لما سقي له، يعني ادعي عند زمزم. دعيت عند الحجر الاسود قبل ما اعرف قصته، زمزم اللي طلع كله جراثيم وميه مش عارفه جايه منين. ودعيت، رحت المدينه ودعيت في الروضه قبل ما اعرف مذابح بني قريظه والكلام ده كله. وبيقولوا لي انت هنا في الروضه هذه، وانا بقول يا ربي ما يطلقنيش، يا ربي ما خليتلكش لا زمزم ولا صفا ومروه ولا مش عارف ايه الركن اليماني ومقام ابراهيم والحجر والروضه والقصص دي. وانا اقول يا، وكان يغيظني، كان يلف يطوف في الكعبه ويقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول له شو يعني حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة؟ يقول لي حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وحسنة الآخرة الحورية. تدعي ربي يعطيك حورية، عيني عينك في وشي. يلا ما احكي لكش بقى على مكة واللي شفته في مكة، اتصدمت من اول ما وصلت. عمرة كابوس والايادي المقطوعة والمتسولين. سميرة يا ريت تحكي لنا عن رحلتك بمكة، احكي لنا تفاصيل لنا يعني اذا الموضوع. لا 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 لا، هذه احرق موضوع الكتاب. انا عايز، انا احب الناس تقرا كتاب. شوف تفضلي. مكة أنا أقول لك كلمتين في كتابي، وصفتها في كلمتين، أو المدينة أصلاً معالمها باهتة ما أتذكر منها شيء. لكن مكة ترفع عينيك لفوق تحس كأنك في منهاتن، تنزل عينيك لتحت تحس كأنك في مجزرة في الهند،
أنا أبقى أتعس بلد وأفقر بلد وتشوف فيه يعني تعاسة الإنسان، شواهق هيك وأوتيلات فايف ستارز وماكدونالدز والعالم ما بعرف، لو رحت مكة كأنك في منهاتن، كأنك في أمريكا، وأصلا الحرم كأنه ملعب استاد عندنا يعني. الجميل هذا اللي عاملينه في رادس في تونس. المهم باب الحرم الاثيوبيات وناس اللي هم، نقول لهم منين جو هذم؟ يقول لي هذول بيجوا عمره او يجوا حج ويكسروا الفيزا ويحبوا يقعدوا في السعوديه ويعيشوا عند الحرم. كل ايديهم ورجليهم مقطوعه يا عم قدام باب الحرم، وانت داخل تعبد رب العباد تشوف عمايله في العباد. انا مشهد الناس اللي بتتسول، وانا كنت بكتب، ومره سمعت واحد يقول، يعني مش انا الوحيده اللي قلت هذا الكلام، ازقه مكه وشوارع مكه والطريق كله قذرات وسخه، الشوارع كانك في الهند، ميه وعفن وناس بتتسول وناس بتبيع هلاهيل وسبح والدين يعني على الارض هيك في مفارش على الارض كتب. كان هذا زوجي اشترك سيد منهم اللي بيقرا لي منه حسن، كان بالحوريه بالكتيب اللي اشتراه من الاثيوبي اللي ساقط ايده، يعني بعد يقطعوا له ايده ساقه يصير فارش حاجه، وقاعد يبيع في كتيبات دعاء. تدعي لمين يا بابا؟ ده انت بتدعي للي قطع ايدك يعني. فكان في واحد في العمر يطوف جنبي اعمى، هو سوداني وعامل عصايه العصا البيضة، يضرب بالعصايه هيك يقول لا لا مش عارف، كان يتكلم بالسوداني ما بعرف، ضحكني خرجني من حاله الخشوع. فهو اعمى، فبقول لزوجي هذا بيدعي لشو يعني؟ انا اصلا مؤمنه مش وبضحك مش عارفه ما اضحك يعني. هذا بيدعي للي عماه يعني، يقول له رجع لي بصري ولا زدني عمى على عمى. فكنت بنكت يعني، انا صاحبت نكته دايما اضحك يعني. اللي بيبيع كتاب دعاء رجله مقطوعه وايده مقطوعه يعني سارق او مش عارف، اللي بيدعي يعني اعمى، ال مسؤولين على النهي عن المنكر والمعروف، ستات بتخوف بتخوف. انا شفت واحده اخت كلمتني جالي هبوط، يا حجه يا حجه، عيط لكل واحد هناك يقولوا له يا حجه. قالت لي يعني احنا نقول يعني هي بتمثل الله على الارض، والله شكل مخوف يعني، دول جنود الله يعني، الاشكال كل حاجه بتمثل الشريعه ولا الدين بتخوف، يا بتبعت على القتامه يا بتبعت على الموت يا بتبعت على الخوف يعني. بترعش، احب ادعي واصلي، ما عرفت انا كنت ادعي الا انه ما يطلقني، ما كنتش عايزه طلاق، لانه الزواج حصل بشهر ابريل وهذا كان بشهر 7 في جولاي على طول، اول ما نزلت تونس بعدها باسبوع لسه بشهر جولاي اجى من مصر، رحنا على العمره، عمره الطلاق، قال ياخدك عمره وطال ورجعك على تونس وطلقك ونخلص، ولا من شاف ولا من دري ولا ماما ولا بابا. يا الحجر الاسود يا الروضه نفع فيا، ام اخر العمره قال لي خلاص انا غيرت رايي وطلقت لي يعني، انا نحاول يعني نخبي على اهلي على قد ما نقدر، ونحاول الاقي شغل بدبي او نهاجر ما نقعدش في مصر، بس انا بحبك ومش عايز اطلق. يلا بركاتك يا مكه. تفضل يا اختي سميرة، اظن بس شوي الانترنت عندكم شوي ضعيف. بتمنى تكون الاخت سميرة عم تسمعنا. اخت سميرة عم تسمعينا؟ انا سامعة. تفضلي تفضلي كملي. بركاتك يا مكة. بركاتك يا مكة، ما حصل طلاق،
حصل هذا الزواج 5 سنين حصل فيه بقدرة مكة كمان والدعاء 3 طلقات، يعني مش طلقة واحدة بعديها، قصص 5 سنين المعاملة الدينية. أول وصلنا مصر أول يوم، وصلنا مصر من الساعة 10 الصبح، يلا علينا يومين طبعا هنيمون، شفنا الهرم وشفنا الجمل وكذا صورتين عادي يعني، ورحنا مركب في النيل. وبعدين ابتدى الدين خلاص، هما يومين اوف يعني من الدين. وثالث يوم خلصوا اليومين الحلوين، ثالث يوم ابتدينا في القوانين. مرجع من الشغل ممشي، واول شيء قال لي انتوا في تونس ما تربيتوش تربيه دينيه، وانت في امريكا كنت صايعه وكنت متحرره اكثر من اللازم، فانا لازم اعيد تربيتك. راح جايبني حذر فزر اول درس، تفضلي صفوه اجازه، صفوه اجازه شرايط نساء بيت النبوه. يا سلام، يعني قال يلا لازم تشوفي هذا امهات المؤمنين. فانا بصراحه اول درس يعني سنه اولى دين، سنه فراشة، سنه اولى فراشة دين، كان عائشه بتكب قصعه على حفصه او مش عارف مين، والنبي تعبان، صار الصوت كثير تعبان على اللي زاد الصوت كثير صار تعبان. يا ريت تفصلي وترجعي تتصلي فينا، انا بهالوقت هذا رح افتح سكايب للاصدقاء كمان، بصراحه صار عندي شويه مداخلات كمان. اوكي تمام اصدقائي، انا رح افتح السكايب، وانا بتمنى من اصدقائي المشاركه. طبعا لو الصوت بالفعل يعني شوي صار رديء الصوت، يعني هو من الصين، تعرفوا مشاكل الصين كمان مثل امبارح حاولت امبارح مشاكل لبنان يعني للاسف الشديد. انا بس افتح السكايب، اظن في عنا طلبات كثير صراحه. صراحة هون في عندي سؤال من الأخ سميرة، أنت معنا ما هيك؟ نعم. في سؤال من الأخ سلمان هاتم بيقول، سؤال للضيفة الكريمة، ما هو رأيك قبول المواطنين الأمريكيين والصينيين وأينما كنت في المسلمين بشكل عام؟ صراحة أنا ما فهمت ال رأيي في شو؟ رأيي في ماذا؟ رأيك أظن قبول عم بيقول ما هو رأيك قبول المواطنين الأمريكيين والصينيين؟ فبصراحة أنا ما فهمت شو معناته، يعني شو تقبل، يمكن هو يقصد تقبلهم أظن يعني تقبل المواطنين. شوف في أي مجتمع علماني لا ديني اتخلصوا من الأديان، هم فردي ولا يهمهم، يسألوك حتى عن دينك، احنا ما عندنا مشكلة إلا بالشرق. تحياتي لغسال، أنا شفت حلقته مش سمعتك. في عندي اتصال من الأخ جون، تفضل أخي جون. مساء الخير اخي ميدان وللاخت الحره البطله سميره، وتحيه لروح البطل الرئيس بورقيبه اللي حرر التونسيات من العبوديه الاسلاميه ومن الحجاب الاسلامي. انا اليوم عندي موضوع كتبته للنساء اللي هم مش في الحريرات، يعني هو ما بيتضمن الاخت سميره، بيتضمن للاسف اغلب البنات المسلمات، يعني عنوانته بعنوان من قفص إلى قفص. عند النظر على حياة النساء في الدول الإسلامية سوف نجد أنها تعيش في حياة فظيعة ومحزنة ومؤسفة بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية.
يبدأ كيف هي حياة المرأة في الدول الإسلامية منذ ولادة المرأة حتى ممات المرأة. تحبس المرأة في قفص خالي، تجبر أغلب العائلات ابنتهم بارتداء الحجاب بسن الطفولة، ولا تستطيع المرأة أن تقرر بنفسها ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه حتى لو وصل عمر المرأة إلى 50 سنة. تربى الطفلة منذ صغرها على طاعة الأبوين والأخ الأكبر، وتلزم البنت على القيام بالأعمال المنزلية مثل الطبخ والغسل والمسح. تلزم الفتاة على البقاء أغلب الوقت في المنزل، فقط تستطيع أن تذهب للمدرسة والرجوع على المنزل فورا بدون تأخر. يستطيع الآباء بكل بساطة أن يعينوا ابنتهم بضربها وحبسها على أدفع الأمور، مثلا إذا لم تقم بالأعمال المنزلية. تفصل البنت عن الولد منذ الصغر في المدرسة وفي الجامعة وفي المسجد وفي المستشفى وفي النادي وفي الأماكن العامة وفي كل مكان. تمنع الفتاة منعا باتا من عمل الصداقات مع الشباب حتى مصافحة يد فتاة ليد شباب شاب. تمنع الكثير من العائلات سفر ابنتهم للخارج لإكمال تعليمها بحجة إسلامية، وهي أنه ممنوع على المرأة أن تسافر أكثر من 80 كيلومتر بدون محرم. تحصل المرأة على نصف ميراث الرجل، وتعتبر شهادة رجل واحدة بشهادة امرأتين. يعتبر صوت وجسد المرأة عورة، فلا تستطيع المرأة أن تشارك في الكثير من الدول الإسلامية في الغناء أو عمل مسرحي أو عمل فيلم. تحرم النساء من كثير من المناصب الوظيفية المهمة مثل مديرة ووزيرة ورئيسة، أو حتى المناصب العادية إذا كانت الوظيفة فيها اختلاف مع الرجال مثل مؤسسة وإعلامية. وإذا كانت نسبة البطالة بين الرجال في الدول الشرق الأوسط تصل إلى 30%، نسبة البطالة بين النساء إلى أكثر من 70%. أصل موضوع الزواج وهي من أصعب الأمور والتي يبكي الإنسان أربع من الكبرى والتي سببها الإسلام، والتي هي بشكل كامل ضد حقوق المرأة واستعباد كامل لها. تباع المرأة وتشترى مثل العبد أو السلعة في سوق النخاسة بين أسرة الرجل وأسرة المرأة. لا تستطيع المرأة نهائيا أن تخرج عن الرجل للتعارف عليه حتى يكتب عليها وتصبح زوجة للرجل. نأتي إلى انتقال المرأة من قفص الوالدين إلى قفص الزوج. لأن الرجل قام بشراء المرأة تصبح المرأة عبدة له ولأسرته، فمن أول يوم تنتقل فيه زوجها إلى بيت زوجها تلزم المرأة بالطبخ والمسح والغسل واحترام مطاعة آباء الرجل. يستطيع الرجل أن يهين أن يضرب زوجته بسبب ومن دون سبب. يستطيع الرجل الزواج على زوجته في أي وقت. يستطيع الرجل أن يطلق زوجته في ثانية واحدة، ولا تستطيع المرأة أن تطلق زوجها أبدا. إذا طلقت المرأة ترحل إلى بيت آبائها ويكون الأبناء من نصيب الرجل. أنا لا أستطيع أن أذكر كل الكوارث والمأساة التي تعيشها المرأة المسلمة بسبب الإسلام الموحش، فإذا أردنا أن نذكر مظالم المرأة المسلمة فيجب أن يكتب في ذلك كتبا. وفي النهاية سؤال جريء إلى كل امرأة مسلمة، إلى متى سوف تبقين مسجونة في القفص؟ وشكرا لك. شكرا شكرا لك. شكرا. شو تعليقك يا أختي سميرة؟ تفضلي. فعلا فعلا احنا ما حسينا بنعمة بورقيبة إلا لما درسنا الشريعة. أصلا احنا في تونس كان عنا زعيم فعلا انه صانع دولة، وكان لما مرة قالوا له ليه ما عقدت وحدة مع القذافي في ليبيا، قال لهم لا، بين 1400 سنة حضارة. فهو طلق بالثلاثة الشريعة الإسلامية ومنع. وإحنا نشكر أمريكا اللي ألغت العبودية اللي هي ما زالت موجودة مقنعة مع الأسف، وأنا شفتها بعيني في الخليج، والعبودية ما زالت موجودة حتى بعد الزواج. فهذا هيكون نقطة من النقاط اللي نتكلم فيها، السلطة السماوية اللي أعطاها للذكر حتى يتحكم في الأنثى. ففعلا المرأة مع الأسف تنتج جلادها. هي لما تدرس الشريعة تقبل إنها تكون يكون هو أعلى منها درجة، يعمل فيها ما يعمل، وهي تكون تقول هذا وقضى ربك يعني. فقضي الأمر بالنسبة لها، فنزل فيها نص سماوي. فنتمنى انها تثور على النصوص وتثور على هالوضع، وتعرف انها هي كما قال حافظ ابراهيم، المرأة او الام مدرسة طيبة ان اعددتها اعددتها شعبا طيبا الاعراق. فلما تكون المرأة متحررة طبعا حتنتج راجل متحرر، ولكن لما تكون المرأة مستعبدة كما تقول سيمان دو بوفار، المرأة لا تولد مرأة لكنها تصير مرأة،
يعني تقصد تصير عبدة بالمعنى المرأة الثاني، المرأة الأولى تقصد الجنس لا تولد مرأة يعني، لكن تصير مرأة تقصد بها لا تولد عبدة لكن تصير عبدة بهالنصوص، فهي تولد حرة لكن لما تتربى بنصوص تتهيأ وتغسل دماغيا لأنها تصير بضاعة بشرية، بضاعة جنسية، بضاعة للخضوع للطاعة للبهذلة للإهانة. شكرا على هالمقال وشكرا على التدخل، ونتمنى أن نحرر عقولنا من النصوص اللي هي أنا نفسي كنت ضحية ليها، لأنها تسحبك تصير مسحوب لا واعي وتصير فعلا أنا كنت أسيرة، أو كنت أنا بعتبر نفسي الخمس سنوات زواج مع هذا الشرقي المسلم كانت سنوات أسر عبودية، فعلا أنا كنت بعتبر نفسي عبدة رغم أنه ما اشتراني. طيب اختي بصراحه قصتك ويعني بدها حلقات بصراحه، يعني انا ما بعرف انا بختصر 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 كل هذا واختصر، بقول لك كتبت كتاب واصل على 400 صفحه ولسه ما فرغت قلبي. في عندي اتصال من الاخ طاهر، هو تونسي كمان من تونس. الله صديقي اهلا جان، حبيت خصوصا نشارك في الحلقه دي خاطر سميره نعرفها شخصيا، معروفه بمراه مثقفه معروفه بالروح المرحه، ديما نتناقشوا في عده مواضيع فهمتني، لكن هي مراه محظوظه نتصورها خاطر عاشت في جيل بورقيبه في جيل متفتح، تشوفوا شخصيه المراه التونسيه قبل في عهد بورقيبه كانت المراه متحرك، كانت حبيت انا نحب هي تعطي رساله للمراه التونسيه في الوقت الحالي خاطر تبدلت المعطيات في تونس، ما عادش المراه كما قبل فهمتني، نحب توجه شنو هي الرساله اللي تحب توجهها لكل مراه خصوصا خاطر تعرف المجتمعات العربيه العربيه اجمالا يعني مش تونس بركه باش يتحروا من هالفكره الديني وتكون عندهم الشجاعه، خصوصا الشخصيه بتاع المراه خاطر شخصيه المراه تحسها تقتلت تقضى عليها بالفكر الديني فهمت معاناة، وهي تشجع في الاستبداد الراجل يعني تحس هي تشجع في القمراء منقبة يعني تخمم في الزواج وتخمم في حاجات ضغوطات اجتماعية تفرض عليها فهمتني، شنو هي الرسالة اللي تحب توجهها لكل امرأة باش تخرج من القيود الدينية، كيفاش تبني شخصيتها ولا تعمل فكر ولا يعني تشجعوا يعني لي فام يعني كومون فير ريفولوسيون يعني ثورة نسائية من وجهة نظر سميرة، ونشكرها خصوصا على الموضوع اللي هي حطتنا يعني من تحليلها لحياتها الشخصية فما استفادة كبيرة مع التجربة متاعها، لكن أنا الحاجة برك استغربت كيفاش امرأة مثقفة يعني كيف أنت يعني اقتنعت وحصلت كما يقولوا في الفكر الديني ولا تبعت في فترة ما قلت 5 سنوات يعني تصور برشا بالنسبة لامرأة بذي أنا كما أنا تصورتها مفاجأة يعني ما ونخلي لكم الكلمة. شكرا لك أخي طاهر، شكرا لك، ونسمع التعليق الأخت سميرة. طبعا يا طاهر شكرا على المداخلة ونحبك برشا ونحب أفكارك، وطاهر ديما يوصي فيك ويوصل رسالة. طاهر فعلا أنا مثقفة ودخلت في التجربة هذه في حالة لا وعي، ما ندمتش عليها لأني فعلا من خلالها أو من كثر ما تألمت من كثر ما تعذبت كمرأة، يعني أول مرة قلت لك أنا تربيت في عيلة كنت معتزة بنفسي اللي أنا طفلة، كان بابا يرحمه يقول يعني البنات كنز، فلقيت نفسي عورة لقيت نفسي حتى شيء، ما ندمتش على التجربة لأن يمكن ما كنتش ندافع على المرأة أو نوعاها لو كان أنا كنت ما نعرف لأني ما كنتش مهتمة، ما كنتش نظن اللي فما نساء تتألم إلا لما دخلت عالم الشرق، فباش يعرف علاش أنا صبرت 5 سنين أو قعدت 5 سنين مع الشخص هذا لأنه بطلني من الشغل قعدني في البيت صرت هاوس وايف، انا كيف ما تقول نوال السعداوي المرأة كالدولة اذا لم تكن تغذي نفسها فهي تصير في تبعية، فالمرأة كما الدولة اللي تملي عليها امريكا اللي تعطيها اعانة او الدول الغنية تملي عليها شروطها فتصير الدولة ما تملك قرارها في ايدها،
فأنا كنت كالدولة المستعمرة، كنت أسيرة فعلا. أنا وقعت في الأسر من يوم ما قبلت أني بطلت عقد شغلي في أمريكا ورجعت تونس، وجاب لي شقة وقعدنا، والله صار يبعث لي مصروف كل شهر. الحق أنا أقول فيه كلمة خير، يعني كان ملتزم، يعني كل شهر مصروفي، وكان يقول هو يخاف ربنا فيا، يعني متقي الله فيا، يعني وان الرجال بمبدا الرجال قوامون على النساء، لكن هم قوامون بصراحه، قوامون جدا كما يقول راشد الغنوشي، قوامون جدا. فقام بدوره الديني الشرعي وسلطته اللي ماخذها من الكتب السماويه. فكان يعني ما احكي لكش، انا الانسانه اللي واقفه قدامك ما اليوم ما نحشمش ومانيش نادمه، ونعلن يعني على العلن تجربتي. شدني من شعري، ضربني، كنت اتكلم توا على المشاركه او المراه او الصديق اللي قبله اللي كان كاتب المقال يقول المراه تصير الدور على المطبخ. فكان كل ما نقول له حاجه نعملها يقولي ها شو ها ها، يعني ها المشاركة نعملها مع بعض، يقولي تع تع تعملها انت، شغلك المطبخ انت، البيت بس ممنوع عليك تستعملي الحروف يعني في اللغة اللي نعني بها المشاركة في اي قرار. او كنا نفكر نعمل مشروع هيك تجاري وقتها مع بعض بين تونس ومصر، ونجيب بضاعة ونبيع ونشتري. فقلت له أنا قاعدة في البيت، إيه رأيك نعمل هيك؟ وكنت أحب أعمل مشروع أني أجيب اللباس الحجاب، يعني الشيك الأنيق، وندخله من مصر لتونس ونبيعه فوقتها كانت مضايقات على المتحجبات في تونس، كنت أحس روحي مناضلة يعني كنت عاملة. فأنا بصراحة يا أخ طاهر أضحك على سميرة، كنت غيرانة من الحورية الحسنة اللي في الآخرة، فكنت أحب أكون الزوجة الصالحة، أنا الحسنة بتاع الدنيا، فكنت بسمع الكلام وكنت أخاف من الملائكة، وكنت أقرأ قرآن وسورة الكهف وسورة الواقعة كل يوم جمعة. يعني بصراحة حبكت الدور، كنت ناوية أصير حسنة يعني في الآخرة، كنت بنفس الحوريات. سميرة يا ريت تحكي لنا عن المعاملة كيف كان يعاملك مثلا من المعاملة فقدت الصوت، ما سمعك. عم بقول ممكن تحكي لنا رجع الصوت دينيا من خلال دينه، يعني المعاملة اليومية سارة. انت سامعني؟ سامعك. طيب اوكي، المعاملة يا عيني جاب لي شرايط هذا صفوة حجازي وعمر خالد وشوية سيديهات بتاع عمر عبد الكافي عذاب القبر، واشترى لي كتاب رياض الصالحين وفقه السنة. وكل ما هو أنا أناقشه في موضوع يقول لي افتحي فقه السنة في فصل باب طاعة الزوجة لزوجها، شوفي انت مش اللي شفتي العمرة، شفتي العمرة اللي عملتيها ولا هتفرحي بيها لو انا مش راضي عنك. يعني الراجل يعمل اللي يحب، عمرته اوكي، كل شيء فاليد، يعني ياخذ فاليديتي. لكن الست الفاليديتي حتى صلاتها وعمرتها وعبادتها بايد الزوج، لو هو مش راضي عليك طز فيك وفخر العمره اللي عملتها وكل شيء، راح طز بكلمه منه. هتبني هتبني. انا كنت خايفه، كنت خايفه تبوظ العمره، كنت خايفه تبوظ الصلاه، فكنت عايشه تهديد تهديد تهديد. اخاف اتكلم، لاحسن عليها البخاري او رياض الصالحين او ما قالتهاش عائشة وخديجة ومش عارف يعني. فكنت بحلم، كنت عايشة حياتي كلها، حياتي كلها كانت بحلم اني اكون زوجته في الجنة. تصور ناسية حياتي على الارض،
كنت خايفة أخسر، صرت أعمل قيام الليل وصرت نادمة على الأيام اللي ما صمتهم، وبنظر وبتشتم وكلام يعني، وكله موثق يعني، كله بنصوص في القرآن وفي الأحاديث يعني. ف بعدين لما ابتديت ادرس واشوف الاحاديث، فيقول لك لولا الخوف من الشرك لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها، فوالله لو كانت به قرحه تنبجس بالقيء والصديد ولحستها بلسانها ما وفت حقه. فهذه كانت الحديث المفضل عنده، هذا كان حديث الصباح، انا كان فيروز الصباح، بدل ما نسمع فيروز نسمع فصول الطاعة وسجود للزوج. أنا كنت عايشة في رعب، كنت عايشة في رعب. في السنة الأخرانية قبل ما أهرب على تونس وأطلب الطلاق، وهو هددني بالقتل حتى، قال لي لو طلبت الطلاق أنا أقتلك، هددني بالقتل. فأعتقد أنه لو الراجل قتل مرته في الدين كمان ملناش دية يعني، ملناش دية، أعتقد أنه ليه الحق يقتلها، يحبسها، يضربها. فالسنة الأخرانية صرت عايشة بحبوب النوم، صرت لما يجي وقت أنه هو، كنت في دبي كنت بخاف، مرة خطف لي الباسبور يعني وسكر عليه وقطع لي تذكرة الطيارة، جيبيلي أدخن واحد عندك في تونس يطلعك من مصر أو يطلعك من دبي، أنت مرات وأنا أعمل فيكي وأعمل فيكي وأسوي، وربنا معايا كمان يعني، وعنده وراء ملائكة وجيش. سميرة أنا بدي هون تحكينا يعني علاقتك مع الدين، كيف وصلتي لمرحلة إنه اكتشفت إنه هالدين حقا إنه خرافة، يعني خرافة قديمة أصلاً وخرافة ذكورية وصحراوية، يعني كيف وصلت لهالقناعة هاي؟ يا ريت تحكي لنا عنها. طبعاً. المهم يعني الفيلم بتاع 5 سنين حياتي يعني ممكن تعرفوه من تفتح يعني كتاب في البخاري أو مش عارفة شو يعني، كل الفظاعة والبشعة اتطبقت علي. فهو كان عنده عقدة من تونس وعقدة من بورقيبة، فلازم في فصل. من هنا ابتديت أنا أبحث يعني، ابتديت أبحث يعني بصراحة. هو كان يراقب حتى أنا شو الكتب اللي بقرأها في البيت. مرة دخل لقاني عندي، كانت عندي أختي عملت هاي التوظيف في بيت بابا، فلقيت عندي مكتبة قديمة كتب متاعي، قالت لي سميرة أنت طبعا عندك بيتك وسايبة كتبك في بيت بابا، روحي خديهم. فطبعا هو كنت عايشة في تونس، أنا هو بيجيني كل شهر شهرين ينزل من دبي، بعدين السنتين الاخرانيين عشت معاه في دبي، عمل لي شقة في دبي وخدني معاه، كنا ناويين نخلف بقى ونعمل أسرة. فجاء على تونس صدفة، شاف عندي مكتبة في الصالة، راح يشوف عناوين الكتب، لقى فيهم كتب جورجي زيدان حرق البيت. تقريب جورجي زيدان المسيحي ده بيتي، ده بيت إسلامي. كيف؟ قلت له والله أنا قريته زمان يعني، جبته من بيت كتبي وأنا صغيرة، جبته وحطيت. فيلا وكأنه اتسعر اتسعر اتسعر، طلعي هالكتاب من البيت، طلعي هالكتاب. جهل جهل يا أخ جان، جهل. أنا كنت بنافق، أنا صرت باخد حبوب نوم لما أحس إنه داخل على البيت، يكون برا وداخل البيت، قبل ما يرجع بساعة باخد حباية نوم عشان أروح في النوم، يضرب يذبح يعمل ما يعمل، هذه حباية نوم بتنوم فيه عشان ما أسمع صوته، خلاص تعبت يعني. عارف صراع الدين والعقل، أنا عقلي كان شايفه غبي،
وجاهل وتعيس ومش عارف يعيش، مش عارف يكون مبسوط، مش عارف يكون فرحان. يعني معاه واحدة زي أنا صاحبة نكتة وبحب كونسيرفاتوار وبعزف بيانو وبغني ودارسة لغات وأداب وتاريخ، أحب أتكلم معاه في حاجات حلوة. مش عارفة، تعبت تعبت، صرت أدمن على حبوب النوم. أنا دخلت في غيبوبة مرة، كنت شربت حوالي 10 حبوب نوم من غير وعي، فكان أهلي حيتجننوا، كنت خلاص خدوني على المصحة. ما كنتش عارفة شو كانت هذا السنة اللي عمل فيها الخرى هذا عمرو خالد اللي بيحكي على الأبطال عقبة بن نافع وفتح تونس، وبيقول تونس دي لازم نفتحها من جديد. فكان عامل السنة هذه حج مصور، هيك بيصور رحلته في الحج، بيورينا غار حراء اللي صارت فيه المصايب مع ورقة وبحيرة وكل النصاطرة. بعدين أنا اكتشفت يعني، فكان صرت أقرأ من وراء ظهره لما شفته شو عمل في كتاب جورج زيدان. صرت أقرأ وأنا خايفة، لأنه لو شاف إن أنا ابتديت أقرأ، الراجل بيخاف من مرأة، إحنا نقول مرأة تونسي، مش زي مصر يقولوا مرأة يعني قيمة، تونسي يقولوا المرأة، مرأة حرة، المرأة اللي تقرأ الراجل يخاف منها. فأنا كنت أقرأ بالسرقة إحنا نقوله من وراء ظهره، أما يكون هو في البيت الكتب ممنوعات بنخبيها، لازم نحط إلا رياض الصالحين وفقه السنة وشوية بخاري على شوية شرايط للشعراوي وقناة إخاء شغالة في البيت، ممنوع حتى قناة. أظن هو رياض الطالحين وليس الصالحين. فأنا بصراحة كان جايبة معايا تحف من أمريكا، شفت إن في رياض الصالحين دول أصنام في البيت، رحت رمياهم رمياهم لأن حاسة إن أنا عندي شوية تحف في البيت، فرحت رمي الأصنام دي، لأنه في بيقول لك الملائكة ما تدخلش البيت لو في تحف يعني. فهذه من الحاجات اللي عملتها لما قريت رياض الصالحين، رميت التحف اللي في البيت. فبس المهم معنا فابتدت رحلة الوعي يعني. تمام، رح نكمل رحلة الوعي، خلينا عن نقطة رحلة الوعي. معي اتصال من دادا. تفضلي تفضل دادا، أنا ما بعرف بصراحة الاسم، تفضلي. ألو، مساء الخيرات، اهلا وسهلا دادا. اهلا فيك، بحييك. انا اليسا، رحتيتك من قبل اليسا. اليسا، اوكي اهلا وسهلا اليسا. انقطع الخط ولا يهمك. بحييك وبحيي، مش سمعاها. اليسا، اذا بتقدري تعلي صوتك، لانه ضيفتنا ما سمعاني شو عم تقولي، يا ريت تعلي صوتك وتقربي الميكروفون على مشان يطلع الصوت واضح، تفضلي. سامعني أحسن؟ وجه لك تحية، وجه تحية للأستاذة سميرة، وعندي سؤال سريع. تفضلي. برأيك ما هي الطريقة الأنسب والأسهل لدعوة المرأة، يعني النساء عموما، لترك الإسلام والتحرر من عبوديته؟ أنا أعتذر، لم يتسنى لي مشاهدة الحلقة من البداية، فلا أعرف إذا الضيفة تطرقت لهذا الموضوع أم لا. صراحة لسه احنا ما زلنا نحكي كيف تصير عبدة، لا نحكي كيف حتتحرر. لسه ما حكيت فيها بصراحة، وهو المشكلة قصتها جاء يعني قصتها طويلة وعميقة، لذلك ما وصلنا لمرحلة، لسه في مراحل، أظن نحتاج حلقات منك سميرة مشان هيك. أهلا، على عيني على رأسي كما تقولوا أنتم. في عندك مداخلة تانية، سؤال، أسئلة تانية إذا بتحبي تفضلي. لا أخي الكريم، أنا بس عندي هذا السؤال السريع قبل ما ينقطع الخط، لأنه عندي الإنترنت ضعيفة شوي. ماشي، ومرة ثانية بحيي. أنا بشكرك أختي، ونتمنى تتم على اتصال وتتصلي فينا كل حلقة يعني، نتمنى بصراحة. أكيد، شكرا.
شكرا كثير لك شكرا أختي. شكرا على مداخلتك وسمعت سؤالك منيح. أنا لما تحررت أول حاجة رحت درست تاريخ. التاريخ يحرر، وتدرس التاريخ تشوفي أن الأديان كانت لعشرات آلاف السنين كانت الأنثى مقدسة، كانت الإلهات مؤنثة، وكان الراجل على نحو ما علشان يتقرب من الأنثى كان يخسي نفسه. الختان هذا في الأصل كان تعبد للأنثى، كان الراجل لازم يصير أنثوي ليصير يطلع درجة. فالتاريخ ممكن نصنفه لثلاث فقرات في تاريخ الأنثى. وأحلى كتاب تقري فيه أختي هو لغز عشتار لفراس السواح، جميل. أنا حتى هذا كل اللي ورايا كله أشعار ومن المعابد لإيزيس أو عشتار. عشتار اللي هي يعني عندها تجليات في كل ثقافات، كانت حتى الديانات اللي موجودة بأوروبا عند السلت وعند البابليين وعند السومريين وعند الفراعنة والمصريين وكل الحضارات القديمة ألهت المرأة، واعتبروا المرأة هي لوريجين دي موند، هي أصل الحياة أصل الأشياء. فحصل انقلاب لهيك أنا بسمي يعني شوفي لو المرأة عندها ذرة نظر تشوف إن موسى ربته امرأة، لو حتى نصدق يعني الخرافات، القوف في اليم أنقذته أخته امرأة، ربته مرات فرعون امرأة، وهو قاتل روحه وهارب من مصر راح على مدية ولا مش عارف فين، شافوه بنتين يعني بنات يعقوب يقال، يعني هم اللي آووه وحموه خدول أبوهم وتزوج من امرأة يعني اللي حماته امرأة. بعدين عيسى جابته امرأة، محمد عملته امرأة. فأصل الكون والأشياء حتى في قصص الأنبياء المرأة واضحة، لكن طمسوها رغم أنها موجودة. عارف أن هي الحاضرة، نقولوا أحنا غيزان بغ لابسانس، هي حاضرة بغيابها، بيغيبوها ومش عارفين يغيبوها للأسف. مش عارفين للأسف. فاليوم المرأة غيبت نفسها، هاي المصيبة. فالمرأة عشان تتحرر لازم تعتز بنفسها الأول إنها هي أصل الأشياء وأصل الحياة. وحتى هدول الأنبياء اللي أنا ما بسميهم أنبياء، سميهم ثوار، ناس انقلابيين وثاروا على المرأة. كل الشرائع لو تدرسها بتدقيق هتشوف فتش عن المرأة، بيقول لك شيخ شيلا فاهمة، فتش عن المرأة هتلاقيها لو في غزوة يسبوها، لو نكاح وزواج يتزوجوها، لو بضاعة يتكسبوا منها يبيعوها، لو يحب يشغلها بالبغاء ويتمعش منها يشغلها، لو يحب يستغل فلوسها مثل خديجة ويعمل منها نبوة ودولة ماشي. دايما المرأة هي هي محور هالأديان. يعني لما كتبوا التوراة الناس كلها ما تعرف ان التوراة ما كتبها موسى، ما كتبها موسى ولا عنده بها علاقة. التوراة كتبت 400 سنة بعد موسى، كتبها أخونا هذا الله لا يذكر بالخير، احنا نقوله عزرا الكاتب هذا عزرا، بعد السبي البابلي طلع بدماغه، او يمكن هو لما احتك ببابل وشاف، تعرف ان حتى الحدائق هذه اللي عملها نبوخ النصر كان عملها لسمير عميس لحبيبته يعني. فالمرأة دايما موجودة، هي مغيبة وموجودة. فاحتكوا هم شافوا قديش المرأة، يمكن هو نقم انهم سابوهم خذوهم بالسخرة، اشتغلوا حدائق لحبيبة القلب، راح ايه طلع حواء من ضلع آدم قلب عليها الطاولة. تضحك بالضبط يا جون، لما تدرس تلاقي هاي نقطة التحول.
التحول بعد السب البابلي ده حتى على الدين الشيطان ده ابليس ده ولا موجود في اي اثر قبل التوراة. طلعوا لنا الافعى والحيه، واصلا هي الافعى رمز عشتار للي ما يعرف، الافعى رمز عشتار. فهو دخل الافعى هذه الجنه، غوت حواء وكلت من الشجره ومش عارف شو. كان كلها الناس اللي تدرس ميثولوجيا وتعرف شو حصل ببابل، كل نقولوا احنا الصندوق الاسود في بابل والسبي البابلي. وعزرا هذا، عزرا طلب الطاوله لما شاف يمكن هم لا. والغريب في نقطه ما حدا شايفها، ان صاحب المصيبه عزرا هذا خلى ان اليهودي هو الام يهودي، نسب المرأة فضل في اللي انقلب على المرأة، يعني من سخرية الأقدار اللي انقلب على المرأة شال كله، ما خلاش إلا حتة. ليه؟ لأن مش عارفين الأب مين، يمكن يعني الأب يكون أي مصيبة زي أبو عيسى، يمكن يكون الجندي الروماني مش عارف شو اسمه بانديرا، فمش عارفين يعني الأب مش ممكن نثبته. فهم عارفين الناس اللي كانت قبل الطاولات ما كانوش هبل، كان عندهم حضارة كبيرة لما كانوا ينسبوا النسب للمرأة لأنهم كانوا متأكدين من الأمومة. لكن ما فينا وقتها خاصة لا في دي ان اي ولا اديان بالفرنسي نتأكد من الأب. فاليهود كانوا أذكياء سميرة، يعني لو كان وقتها في دي ان اي فحص دي ان اي كان هاي شالوها من المرأة كمان، يعني كان المرأة صفت دي. يا عم لو عرفوا يتولدوا من مكان تاني كانوا لغوها بالضبط. هم مش عارفين يتولدوا من مكان تاني بالضبط. عندي اتصال من الاخ محمد، تفضل اخي محمد، اسفين على التاخير. الو محمد، الو تعلي صوتك، الميكروفون ضايع. يا ريت قرب الميكروفون وتعلي صوتك عشان نسمعك، تفضل. يا ريت تقرب الميكروفون وتعلي صوتك اخي محمد، تفضل. الميكروفون ما يسمعك. عم نسمع، تفضل. اسمع فيها؟ عطية اهلا. اسمع فيك. تونسي. اسمع فيك. بون انا مانيش برجيبي، خاطر بون احترم البرجيبيين علاش ليه؟ خاطر بركيبة بون أما ما قطعش علاقة جملة مع العادات العربية والإسلامية، أما خلى كيما نوع مع بتاع سكيزوفرينية معناها في التوانسة حسوا معناها حتى المتدينين بون هي ما خاطر ما علموهمش يحلموا من الأول من اليوم صغار، هم اللي تربيوا على الإسلام وهم ميمتون تربيوا في تونس، دونك هذا باش معناها حتى هي متدينة مع الموهيش تاع كيفاش تحلم كيفاش باش تعيش. دونك التونسي كي تسأله اليوم تقول له أنت كيفاش حاب تعيش؟ يقول لك أنا نحب نعيش في ما عرفش في ميامي. كي تسأله أنت تحب تعيش كيما جاي في القرآن؟ يقول لك أي هذاك ربي شنيا طار. دونك هذا نوع تاع سكيزوفرينية معناها ما فهمنيش معناها شنيا شنو يحب هو التونسي باش يخدم باش يعمل حاجه، فهمتني؟ وميرسي عليكم الناس كله، تحيه. شكرا كثير اخي عطيه، شكرا كثير لك. سمعت البارتي الثانيه، الشق الثاني من كلامه، لكن البارتي الاولى ما سمعتها. اظن البارتي الاولى كان عم بيقول بورقيبه لم يقطع العلاقه كامله مع العروبه والاسلام، يعني هو كان بده انه يقطع العلاقه نهائيا مع الاسلام والعروبه. أخ جان، أنا 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 في كتابي فعلا كتبت إهداء لذكرى بورقيبة و فشو قلت في كتابي؟ قلت هذا الكتاب أهديه يعني لذكرى بورقيبة اللي حمانا من نار الشريعة، ولكنه ما كان بالجرأة، لأني أنا
يعني في آخر أيامهم البرجيبيين لما صاروا عواجيز، يعني جاتني فرصة أني التقيت بناس عرفت برجيبة شخصيا، وكانوا من الناس اللي ساهموا في منع تعدد الزوجات، يعني اللي كتبوا القوانين. فكان لينا جار يعني كان يشتغل في القصر الرئاسي، وفي في الفترة اللي كان بورقيبة بيأسس فيها الدولة، يمكن مات هلا، يعني كان عمره حوالي 80 سنة. فكان يحكي لي يعني من البيت الداخل، يعني من داخل البيت شو كان بيحصل. فجاب هو ناس قال لهم فسروا لي يعني كيف منع الزوجات، قال لهم فسروا لي ولن تعدلوا. طلعوا نزلوا، كان وقتها مش عارف مين المفتي والناس اللي كانت وقتها العلماء ومفتيين الديار التونسية، وقت احنا ما تولدنا يعني صغار لما منعت، هو اول ما اعلن الجمهورية منع التعدد. ففسروا له ولن هذه، قال لهم يعني من الاخر، جاب علماء، هذا كان الشخص من اللجنة اللي حضرت الناس اللي قررت منع تعدد الزوجات، يعني هو كان فاعل موجود يعني في هذه اللجنة وبيحكي لي شاهد العصر يعني. فقال لي جاب علماء في اللغة العربية والفقه والدين وشاور، وكانت عليه ضغوطات طبعا، يعني هو حيعمل خطوة جريئة. كانت وراه طبعا أياميها اليوسفيين اللي هما كانوا تابعين القوميين يعني البعثيين، وعبد الناصر وصدام مش عارف وين والقذافي وين والسعودية، وهو كان في وسطهم يعني فلتة من فلتات الزمان يعني. فهو أصلا اليوم يعني ولو أني أنا ضد الاغتيال، ولكن حتى الاغتيال اللي صار لأنه كان بن يوسف كان يحب ينقلب عليه ويعمل تونس دولة إسلامية، فلما حصل هذه الانقلابات ضد اليوسفيين اللي هو كان ناصري وكان عايش في مصر، هذا بن يوسف وتبع الإخوان وكان مع البنا والعالم ده، ففسروا له لن هذه يعني القطع في المستقبل، يعني القطع والجزم، ولن تعدلوا. قالهم خلاص شدوني في هذه كلمة ولن تعدلوا ومنعوا لي تعدد الزوجات بحجة انهم لم يعدلوا، يعني فين منع اهو، لو حد يحب يتزوج يطلق يطلق ويتزوج، اما هذا يعمل لي 3-4 ستات ولن تعدلوا هذه ما تمشيش معه ولن تعدلوا. فانا اقلم مع العدل، مع انه ربنا قال لن تعدلوا، خلاص ده ربنا منعه مش شايفين. فجبدونه على حكاية الميراث، قالوا له طب والذكر حظ الأنثى، قال لهم خلاص يعني أنتم تحبوا رقبتي، يعني تحبون يجيبوا طيارات ويقضوا علينا يعني ويدمروا تونس، ده أنا لو سويت في الميراث خلاص ده قل يا رحمن يا رحمين يا رحيم على تونس. قال لهم أنا أوريدي حمنا التعدد، هذه خطوة جريئة طبعا مصالح سياسة. فهو قال، فأنا في الأهداء في الكتاب قلت أتمنى تيجي ناس تكمل الخطوة، تكمل الخطوة. يا أخ جان أحكي لك، هذا طاهر قال لك سميرة تعرف الوضع في تونس، إحنا ما عنا حرية في تونس، الستات اللي تحرى هي اللي تشتغل وهي اللي ثائرة مثلي، واللي ما تخاف من طلاق، واللي ما أنا معتزة بنفسي وأولادي معتزين بي، يقولوا احنا عنا امنا قوية وفيلسوفة وحرة، ما انا ما شخصيتي اني اكون زوجة فلان او يعني راجل هو اللي يعطيني قيمة، انا قيمتي بنفسي يعني. واولادي كلهم عندكم حرية جنسية وعاطفية وعيشوا حياتكم، ولما تجربي كذا تجربة وقتها تزوجي عن اقتناع. صراحة ليش قلت لك ما ندمت على هالتجربة الدينية وقتها كانوا أولادي صغار، فعلا أفادتني إني في تربية أولادي. أما تحررت أنا، يمكن أنا كنت بتربى على إحنا كنا نص نص مش أحرار قوي يعني كما يقول المصري، فحتى برجيبة مش حر قوي، فهو جينا وقفنا في نص الطريق بس. فقلت أتمنى تجي
يجي ناس وتكمل الخطوه وتساوي في الميراث، لان عندنا بنات ريفيات يا عيني بتشتغل، بيجيبوهم شغالات وتبعت معاشها لابوها يبني بيه بيت، اما يموت يورثوا اخوها. دي غلط، هي تورث حصه من بيت اتبنى بفلوسها. شفتهم بعيني وبكيت عليهم. للاسف يعني بيكون هو، احنا كثير عندنا في تونس في ارياف ومناطق معينه بصراحه احنا بنسموهم يعني ناس درجه ثانيه اخلاقيا، لان الرجال في طبيعه المناطق بتشرب سجاير وتلعب الكوتشينه هذه، ويبعثوا بناتهم يشتغلوا شغالات في البيوت، يبعثوا لهم المصاريف، تلاقيه كل ما يبني لك حيطة على حيطة على حيطة لحد ما يصير بيت، كل ما تبعث له مصروف يزود حيطة لحد ما تكون غرفة يصير بيت، وهي تبقى 10 سنين تاكل الذل والإهانة، بتشتغل في البيوت تبعث مصروف معاشها كله. أنا أختي كان عندها شغالة، أبوها كل أول شهر يجي ياخد المعاش أو يهددها، يقول لها واخد بنتي، ويقعد يطلب ركيك ركيك، كان تقول لي أنا ببعث له المعاش بالبوست عشان نشوف خلقه، بيجي يقعد يهين بنته يشوفها شغالة، ولما يموت الأب ده البنت تورث حصة، يعني ذكر حظ الأنثيين، يعني بتورث نص، أخ بيورث رزق أخته. مقاسي يا جان، مقاسي، أنا مقاسي. فنرجع للتاريخ، فهذا اليهود قلبوا الطاولة على المرأة. أنا ساعات نقول ليه دايما، أنا حتى كان تلاميذي بصدمهم في المدرسة، وساعات أخاف لأنهم تينيجر، نقول يلا تطلع فيها هاي الأستاذة ملحدة بتعلمنا الإلحاد، يعملوا لي انقلاب يجيبوا لي الأهالي على المدرسة زمان في تونس. فكنت بتكلم يعني نبدالهم بمثل، قل لهم طبعا لو انا اعطيت فلوس الحد وحرفته على القتل، راح الشخص هذا قتل، انت تعاقب مين؟ اللي قتل ولا اللي اعطى فلوس؟ يقول لي الاثنين. قلت طيب لما حواء قالت لادم كل من الشجره، طب ليه بتقول حواء خرجت؟ يعني هو طرطور؟ يعني هو ما كانش عنده عقل؟ ده هو اتخلق الاول، ده هو الاصل. وهي لو حتى لو فيها عيب، هي اتخلقت من ضلع منه، يعني اكيد الضلع ده فاسد، لو هي مش عدله يعني طلعت، فهي اصلا جايه منه، فنرجع للاصل يعني. بالضبط. لو هو خلق واحده مش حلوه، طب هو يتعاقب لانه اختار يطلعها من الضلع المعفن. لو هو شخص سليم يعني، وهي اللي قالت له كل من الشجره، يعني ليه تقول هي اللي طلعته؟ يعني هو طرطور؟ ما انت يعني حاسب المحرض ولا القاتل؟ ما هي حرضته وهو عمل، يعني الاثنين، يعني هو ناقص دايما، هو ضحيه مسكين. للأسف. فطلبوا عليها الطاولة هذول بهالقصة، ناس مش قادرة تشوف، يعني لو في نحاول نشوف أصل حواء جاية من ضلع آدم، يعني ممكن الضلع هذا معفن، لو نشوف هي حرضته، يعني هو مشارك في الجريمة، يعني لو أنا أقول لك يا جان روح اقتل واحد بكرة يعاقبوني أنا وأنت لا، يعني أنت ضحيتي، أنت مسكين، ما يمكن تقول لي لا يعني ليه؟ صحيح. بس فاجا انت ليه عيسى يعني خوزقوه ولا صلبوه؟ كل مره حد يقول لهذا الباب الرشيد، مره كاتب كومنت هل سؤال جريء غير حياتك؟ قلت له اه غير حياتي فعلا، يعني خلاني في نقاط كثيره على الاسلام ما كنتش اعرفها، بس ما غير نظرتي للمسيحيه، ما صرت مسيحيه لاني بعرف يعني انكم انتم يعني مش افضل من هذا، افضل من هذا، يعني انتم بتخبوا عوراتكم. فكان هو يقول احنا ديننا ما في تحريض على القتل، قلت له هو لحق، ده هم خوزقوه بعد 3 سنين ما قال لهم يا ابن يا اولاد الافاعي، لسه بيقول يا هادي، قالوا له تعال هنا تعال 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 تعال.
فسكتوه اخرسوه يعني. بعدين اللي وراه كتبوا بعد 70 سنة ابتدوا، أو 50، وكل واحد يكتب له كتاب ويألف له شوية حاجات بيسموهم سفر وآيات ومش عارف، ضحكني. فهو ملحقش هو. بس أنا اللي يعجبني في شخصية المسيح أو كميثولوجيا طبعا كثائر أنا بعتبره مثوار، إنه حاول يرجع المرأة، لأنه مش هو نفسه، مش هو لوحده اللي اتولد من أنثى من غير أب، يعني موجودة في ميثولوجي من إيزيس ومن كلهم، يعني في مش فاكرة الأسماء كلها، كلهم بتوالد، حتى هشتار كانت بتجيب ابنها توالد ذاتي يعني. فهو ما جاب السيد من وذنه يعني، راح لفق له قصة. لكن اللي عجبني في القصة إنه حاول يرجع المرأة الإلهة اللي بتنجب إله أو نصف إله، أو هو اختار إنه يكون جاي من جبريل أو من روح القدس فهو إله بشر، ما نعرف، نصف إله دومي ديو زي ما نقول. لكن هم لما حسوا اليهود إنه حيرجع المرأة لمكانتها سكتوه. أنا اللي يعجبني وحتى مريم المجدلية اللي هي يمكن تكون مرته وصاحبته، يعني أخفوها أخفوها طمسوها. حتى في العشاء الأخير كان بيير أو مش عارف مين ماسك لها سكينة هيك، مريم المجدلية في العشاء الأخير بتاع دافنشي، فكانوا نفسهم هذه المرأة يلغوها. فهو المسيح كان أصلاً المسيح كله حواليه ستات، يعني اللي اعترفت بيه ست، واللي شافته أول مرة ست، واللي جابته ست. فكانت ثورته نسائية يعني، فيمينيست احنا ممكن نعتبره، أو لو إني أكره الفيمينيست لأنهم أغبياء. الفيمينيست الغباء فيهم إنها تطلب حريتها من الرجل، لا يا ماما، أنت اللي تعطيه الحرية، أو أنت تعطيها لنفسك، أو ما تطلب منه شيء لأنه مش عنده، هي هنا. لو أنت ما سألتي فيه، لو انت ما عبرتي اهله او حسستي انه ما يحتاج الاحترام الا لو احترمك واحترم نفسه واحترم واحترم عمليه الخلق كلها واحترم قوانين الحياه، لا 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 انا لا اطلب حريه من رجل. بس هي الحريه الوحيده اللي طلبتها هذا من المحاكم التونسيه اللي تلغي لي الرجل الاسلامي ورقة المأذون هذه، ما قالت لي علقيها عشان تشوفي الخيبة. بس إجا محمد بقى، مين سوري، عم بقول الحرية تؤخذ ولا تعطى، تفتك وتموت من أجل، زي ما تموت من أجل الوطن. ما فيش الحرية ثمنها غالي، كان يقول لي زمان هذا زوجي الجنة ثمنها غالي، يعني لازم أتعذب ويعفس على رأس أمي هيك بالظلم والافتراء عشان يرضى عني عشان أروح الجنة. فأنا اليوم مش عايزة جنة، أنا دفعت الحرية ثمن غالي وطز في الجنة، جات ما جات I don't care، يعني آخر شيء الجنة بعقلي، الجنة بحبي لنفسي، بأعمال كثيرة بعملها للناس بحبهم، وحاسة إني أنا قدمت لهم مساعدات كثير. ناس تعبانة فعلا، وقفت مع ناس كثير، وحتى بكلمة، كلمة مش كلمة صدقة من البخاري، كلمة من الإنسانية. بس حريتي إنسانيتي تعطيني شخصيتي وقوتي واعتزازي بنفسي. الحرية هي أهم الوطن، أنا برأيي الحرية أهم الوطن، والحرية هي الجنة الحقيقية اللي ممكن نحارب بشانها. يعني الحرية هي أهم شيء في الدنيا، هي الكرامة، هي كل شيء. كنت بالفصل زمان بسأل تلاميذ ما معنى الحرية، واحد يقول لي أعمل اللي أريد، واحد يقول لي البنت تحلم إنها تخرج بالليل، الولد يحلم إنه يحب يروح على كوفي شوب أو يسهر وأبوه ما يضربه. فكانت هي، فأنا كنت بحاول أوعيهم إن الحرية أكبر من هيك. يعني فكر في الحرية، الإنسان المشلول إن الحرية بالنسبة له إنه يمشي على رجليه، اللي في السجن. ما كنت بفكر في الدين لأني ما كنتش عطيته قيمة. اليوم خلاص كل الحريات، حتى وانا على كرسي ومشلولة بس متحرم من الخرافة ومن الدين، أنا حر حتى وانا في السجن.
ومش عندي خرافة هنا بتخوفني ورعب وسماء وملائكة وجبريل وغار حراء، أنا حرة. اليوم أنا عرفت معنى الحرية، كل الحرية اللي درستها قبل هيك أعمل لها ديليت فورمات، مش هذه الحرية. الحرية إنك ما تعيش بخوف من حاجة مش شايفها، فأنت بتكون مكبل نفسك بنفسك. هدول عملوا لنا مش سكيزوفرينيا بس، هدول عملوا لك ملك على اليمين وملك على الشمال. تكلم نفسك، لا يمكن كان عامل واحد زمان نكتة يجي يلعن يقول يعني، بعدين يقول ما تكتب ما تكتب ما قلت يعني، كان بيكلم نفسه، صير الواحد يكلم نفسه ما لعنت ما لعنت بس بس ما تكتب هذه يا خي ما تكتب. فكان الواحد يعيشوني قال تاني بمشي اكلم روحي. فانت حتى لو ما حدا مراقبك انت مش حر، حبسوك في ذاتك، حبسوك في ذاتك وشيطان المرأة اللي هي أمك زي ما تقول. أنا بكرة أقول هي أمي هي أختي هي زوجتي، أنا بحترم المرأة غصبا عن عينك. مش تحترم لأنها أمك أختك، لا، لأنها المرأة بس، مش لأنها ليه يعني أنا لازم أقول أنا بحترم الراجل لأنه أبويا وأخويا وعمي وجدي، لا، بحترمه لأنه شريكي في الكون، لأنه إنسان عنده أحاسيس وذات. والمرأة تحترمها لنفس الأسباب لأنها شريكتك في الكون مش مكملتك، زي ما قالت بتاعت البرلمان في تونس خوزقوها. احنا في تونس كاريكاتيرات كاريكاتيرات نازلة على جماعة البهضة لما مسكوا الحكم، واللي عايز تعمل في القطر يعني قاطرة للستات والرجال، واللي تحب والتاني يطلع لي بحكاية محرم 80 كيلومتر والناس تضحك محرم ايه، احنا اصلا هو بيحكوا. واحسن طريقة للتحرر هي السخرية. الناس دول ده حتى البهلول ده وجدي غنيم المريض النفسي اللي بيشتم اللي كله بذاءة، هذا بيئة، هذا بيئة بيئة بيئة، عارف المصري يقول ده بيئة، البيئة البؤرة القمامة بتاعت الخطاب الديني تلاقيه عند وجدي غنيم العفن. والفقه الحجازي يقول لك كان كل صحابي ليه طريقه في القتل، يقتل يقتل على الراس يضرب عليك وينصف كيف يقتل وكيف يضرب الرؤوس ويكشخوهم هيك. وكان وجدي غنيم يقول ايه يا فنانه وعامل ايه كانه مخنف كانه تعبان. دول الناس لازم تتحبس، لازم تنعزل، دول فيروسات. وجدي غنيم لما جاء تونس، وجدي غنيم ليس أكثر من حشرة، حشرة وأقل من حشرة، حشرة. صراحة يعني جاء تونس، جاء تونس عربوه من المطار، عربوه ما عرفش يطلع من تونس، كانوا حيضربوه لأنه جايبنا فكرة ختان البنات ومش عارف إيه فيعني هو عرف تعلم الدرس أنه مش ممكن يدخل تونس بالخرافات هاي. كانوا يعني كيف طلعوه من المطار وحمول، هذا كانت الناس عامله عليه مظاهرات في تونس هيضربوه، جايبين لنا ايه رايح يقفل مواخير فكان واحد طالع بموت فيه ولد على فورام هيك بيتكلم عامل فيديو قال يعني لا في زنا ولا في فلوس نتجوز وتقفلوا لنا المواخير، وهم عايشين بالصحراء في الجنوب التونسي. كان في مخور قريب يعني على 40 كيلومتر فقفلوه، فيضطر المسكين عشان ينفس عن طاقاته الجنسية يركب لحد مدينة 150 كيلومتر. يا يقولوا يا ولد الشربوطة يعني احنا كنا ناقصين ندفع، احنا ما معناش فلوس عشان نركب 40 كيلو تروح تقفلنا المخور ده، جيت علينا يعني الغلابة. فنطلع على جابس يعني من تطاويل يطلعوا الجابس ليدوروا لهم على مخور عشان. فكان عندي صديق بحبه تحياتي لي، اتمنى ان مرة اوريله الفيديو، وانا ممتنة لي لانه هو كان صديق تونسي عرفته بعد الطلقة الأولى. طبعا هذا المصري طلقني طلقة أولى وثانية، كل خناقة أنت طالع أنت طالع. ففي فترة العدة رحت رجعت عملت اتصالات ودخلت على الإنترنت وتعرفت على أصدقاء وحكيت لهم مأساتي مع هذا المصري تونسية، وقلك أنت طالق
يعني كيف تقبلوا، كيف يعني كانوا هدول أصدقائي لليوم ثلاثة عرفتهم شكرا للإنترنت، كانوا توانسة اللي عايشين بفرنسا واللي بتونس، فيهم صديق بحبه فكان يقول لي أنا ما فيش شغلانة أحترمها من وأنا مراهق وطفل قد شغلة يعني بائعة الهوى زي ما نقوله، يعني هدول اللي في المواخير، قال يعني هم اللي بيعلم، احنا ما نعرف، احنا كنا بنتكسف ما نعرف ندخل على بنت معانا في الكلية لو احنا ما شفنا ست، فدول بيهيئونا ليهم دور، بيقول لي ليهم دور مهم، احنا الرجال والاولاد نعرف قيمتهم وبنحترمهم. فتحية لهذا الشخص اللي هو كمان غيرني وحررني وخلاني بعد هيك استقبل اصدقاء رجال في البيت، واولادي ابني الكبير كان متزمت صار يقبل ان امه ليها اصدقاء رجال، يعني ما يكون في بينا لليوم اصحابي يعني يحتاجوا شيء يكلموه، ساعات ما تاخر بنتي تكلم تقول له ماما عندك، فهي تعرف ان انا بكون دائما معاه صديقي هذا، وهو هلا صار صديق زوجي يعني، وهو زوجي اصحاب على الاخر ولسه اصحاب، وهذا من الناس اللي ساعدتني اني اخذت القرار وتخلصت هذا من الزواج المصري. ففي في تونس رجال يحترموا المراه ويحبوا، وصاروا هذم ثلاثه اصحابي مش لازم اسميهم، يمكن ما يحبوا حريتهم الشخصيه، وقفوا معايا، اللي رجعني شغلي كمدرسه لتونس تحياتي لي واحترامي، قال لي انا من اليوم قضيتي قضيتي وهذا المصري تخلصي منه، انا ارجعك لشغلك، ورجعت كمدرسه واستاذه بالحكومه التونسيه بالدوله. صديق الثاني علمني كيف، قال لي يعني انت تعملي طلاق الاول والثاني وخايفه من ابنك، يعني انت بتهيئي الجلاد جديد ابنك، لازم تخلي ابنك يتفتح. فابني اليوم كمان تحيه لي صديقي وحبيب قلبي صار متفتح، كان تعبان طلعته من القمقم، ومرته بحبها يعني وتقول لي انت حماتي كيوت، انا مبسوطه ان عندي حمات كيفك، عادي يعني نقول يلا سيبك منه ابني ده، تعالي نعمل شيشه ونخرج نتفسح انا ومرت ابني. شويه بنتي ان شاء الله زوجها ما يزعل، متزمت ما زال ما خرجش من القمقم، بحترم تفكيره بس. فنحن الملحدين او لا دينيين او لا ادريين، لو سميني مثل ما تريد لاني ماني ضد الاديان، مسالمين مسالمين، عشرتنا طيبه، هم اللي ما يتقبلونا لكن احنا عادي يعني. طيب اختي سميره هلا خلينا في موضوع صغير، يا بصراحه صار ساعتين لربع الحلقه يلا تعبت انا هنا. لازم نقول لك هنا في الصين الساعه 5:15 4 و 45 دقيقة الصبح 5:45. ايه اختي سميرة خلينا بهالربع ساعة، لأنه ساعتين بكفي الحلقة مشان ما تطول كثير، بهالربع ساعة خلينا نحكي موضوع الجهر بالإلحاد. كيف بتقيمي حملة إجهر اللي شايفتيها بهالبرنامج هذا، صفحتنا على الفيسبوك، الصفحة الرئيسية للإجهار، كيف بتقيمي حملة إجهار ككل؟ تفضلي. أنا أولاً نشكرك على الجرأة، أنا أول مرة شفت واحد ينزل على الفيسبوك مثل فورم هيك إجهار بإلحادك، ما تجرأت، فكانت وقتها إحنا نقول في تونس مش وقته. قلت يلا عندي اولادي وعيلتي واجهر بالحادي انا، لكن حسيت ان اجهر بالالحاد يعني اجهر بحريتك. بما اني انا بعترف اني انا انسانه حره وتحررت من مصايب كثير، فالجهر بالالحاد هو الاعتراف انك حر. لو ما تجهر طبعا، مع احترامنا للناس اللي ممكن يكونوا مهددين بالقتل في بلدانهم، احنا في تونس اعتقد ان شاء الله لما ارجع تونس، انا طبعا مش موجوده، ما يكون في مشاكل ما بعرف، لكن انا اجهر مستبعه يعني، ما احنا قلنا الحريه ثمنها غالي، لكن ما في لما نشوف يعني حتى لو كانت خطوات مش موافقة 100%، لكن كل إنسان يعني في التاريخ أوروبا أو غيرها لما ما تحروا من سلطة الكنيسة إلا ما استشهدوا أو ضحوا آلاف، يعني لازم كان في خطوات،
ف يعني الاسلام او الاحاديث فيهم حاجات حلوه كمان، يعني رغم كل شيء. فيقول لك الساكت عن الحق شيطان اخرس، فاحنا مش ساكتين عن الحق، والحق انه اديانكم خرافه، فخلوا شيطانكم تاعكم عندكم. يا ريت تسكتوا انتم وخلونا احنا الشيطان المتكلم، يعني المتكلم على الحق شيطان ناطق، شيطان رفض ان يسجد لاله. كلها خرافة في خرافة، بس هذا الشيطان كان متمرد وثائر. أنا ساعات أقول يعني هو عاصي ثائر متمرد أم موحد، لأنه ما سجد لغير الله. يعني فيك تقولوا هذا الشيطان رفض يسجد ليه؟ فأحنا نرفض نسجد للخرافة، وإن شاء الله نسجد للحرية، ونسجد لكل كلمة طيبة وكل إنسان للسعادة، لأنك لما تتحرر تصير سعيد. أما تدخل في هذه المنظومة الدينية تصير تعيس، تصير ما تفكر بحياتك. هذه الجنة وهذه الملائكة وهذا. فكان عندي نقطة مهمة جدا جدا كلمة النهاية اللي هي الخرافة. فإحنا لما نحكي خرافات للأطفال، هاي التربية اللي إحنا كنا بنحكي كيف نحرر. فيا ستات بطلوا بطلوا تشتروا لأبنائكم أو تحكوا لهم خرافات بيكون في مثلا الله انقذ علي بابا، فعلي بابا ده حرامي، ده هو الحرامي اللي قتل الحرامي وصار هو الحرامي الوحيد. فاحنا دايما التلاميذ بسالهم دايما كلهم، انتم ليه بتكرهوا قاسم؟ هو قاسم حرامي؟ قولوا لي لا. قولوا طب تكرهوا لي؟ قولوا لي عشان هو غني ما بيساعد اخوه. طب ده مات اتقتل في المغاره ما حدش سال عنه، ده عنده زوجه واطفال واخوه علي بابا، ما قال اخويا اتقتل ما راح سال على اخوه. طب ليه قاسم هذا اختفى من القصه وكانه لم يكن؟ طب خلاص وبعدين ليه البنت مرجانه هذه بتصب زيت 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 حامي على 40 لص وهم يقولوا تشيروا، والاطفال بتفرح تسمع القصه، دول لصوص بيتشيروا. طب مين اللي مداها قتل كل الشهود اللي كانوا عارفين انه حرامي وسرق المغاره؟ يعني ده قتل الشهود، دول شهود عارفين انه حرامي واخوه مات قتل عارف انه حرامي، ففضل الحرامي اللي ما شاهد اللي ما عندوش شاهد عليه. وبعدين يقول لك وصار علي بابا غني وصار يتصدق بالاموال على الفقراء والناس بتحبه وتصفق لعلي بابا. ده علي بابا قتل له 40 واحد وقتل اخوه، يعني عارف مين قتل اخوه وما بلغ. وبعدين المال اللي في المغاره ده مال مين؟ مش جايبينه الحراميه من الشعب، ده مال الشعب، ده بيتصدق عليكم من اموالكم المنهوبه. يقولوا طب وليه بتحبوا يا اولاد علي بابا؟ لان ربنا نصفه لانه هو كان فقير فصار غني. ف ما بعرف هذا الاله اللي في علي بابا اللي بيحبوه الناس اللي بينصف الغني، بقول يمكن فبيزرع داخل كل طفل انه يستنى انه الله يبعث له مغاره ويساعده انه يقتل الشهود عليه كلهم، يقتلهم سكيتي بالزيت ويصير هو الحرامي الوحيد، وبعدين يعمل عمليه تبييض اموال بالصدقات، يبيض هذا يتصدق على الشعب باموال الشعب بمباركه السماء. للاسف الشديد اختي هذا واقعنا وهذا تراثنا وهي ثقافتنا للاسف الشديد اللي لا هذه خرافه علي بابا، خرافه. كل الخرافات كان بيسالوا الاخوه المتدخلين كيف صارت المراه تقبل؟ ما هي مغسوله الدماغ، ما هي كانت طفله حتى لما تتثقف. انا في اللحظه اللي سمعت الاذان وتزوجت من هذا المصري كل ما اعرف يمكن شيء من اللي سمعته في الطفوله عن الله وعن طلع وقتها طلع. فيرسب فنحاول نحرر الاطفال من الخرافات، من الاله الخرافي، ومن انه هذا الرجل هو اللي اكتشف الديانات وقلب الطاوله على الست، لا يتحكم في الست ويبيع الست ويستغل الست ويورث الست وياخذ فلوس الست وصحه الست ويلعن الست ويقول لها يا شرموطه في الاخر. للاسف الشديد. طيب اختي سميره، شو بتقولي للشباب اللي قادر انه يجهر بالحاده ويجهر بحريته مثل ما قلتي انت، وبالفعل يعني توصيف صريح،
شو بتقولي لهالشباب اللي قادر وبدون اي خوف، يعني ما في على حياته اي خطر، ما في اي شيء ومتردد، يعني شو بتقولي لهم لهالشباب؟ انا بسأله سؤال واحد، يعني شو جاب لك الأديان، أي ما كنت مسيحي أو مسلم أو شيعي أو سني، ما بعرف، هم مذاهب كثير وكل مذهب ومصايبه. لو تشوف الدروز، أنا سافرت كثير وعشت مع لبنانيين ودروز، مصايب، يتزوجوا إلا من بعض وعرقي. يعني الأديان زي ما قال هذا الثائر اللي أنا بسميه الثائر محمد، ثار على مين ما بعرف، ثار على عيسى، على مريم، ثار مش عارف على أهله، لأن قصتهم قصة. يعني هو كانت فكان قبل ما يموتوا كلهم، احنا كان هو قال، شو قال آخر كلمة؟ قال أنا جئت لأتمم مكارم الأخلاق، واليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدين جاي كحلا عناه وقلم، بعدي ستتفرق أمتي على 72 فرقة. يا سامة سوخة، مكارم الاخلاق لأني فرقه فيهم. يعني اجى بالحادك طز اللي قل لك شنو دينك، انت مسلم، قل له انا فرقه فيهم. يعني انا حافظ المسلم ولا مسيحي ماروني ولا ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي ولا انجليكي ولا شيعي ولا سني ولا درزي ولا بهائي، شو جابوا لك الاديان؟ بس لو نشوف الناس اللي تحرض، يعني نقول له كلمة واحدة، بطل نفاق، بطل خوف. لأني شايفتك بعناية في أمريكا وفي كل مكان، وانت بتموت على الدول العلمانية اللي فيهاش أديان، شايفتك بطوابير الذل على فيزا عشان، أو بتموت في المراكب وفي البحار عشان تروح على الدول ما فيهاش الدين هذا اللي عاملينه، مش عارف شو عاملين لكم، سكيزوفرينيا، مخليك تحتقر الاصل اللي جيت منه، بتحتقر نفسك في الاخر والله، ولا على بالك. ودايما نقول الست ممكن تعيش من غير راجل، بس الراجل ما في يعيش من غير ست. صدقتي اختي سميره، صدقتي. يعني هو اللي هو المشكله، يعني بصراحه انا بالنسبه لي ما في تفرقه بين الست والراجل، يعني الست والراجل هم الحياه. يعني رياكشن، يعني رياكشن، بنتكلم زي العواجيز، يعني كم العجايز. فلا لا، انا لو كان الوقت يسمح كنت حكيت لك شو العجايز في تونس، تحكي عجايز، حاجات ينبت لها الشعر. بدنا نسوي حلقات تانية، لأنه أنا بصراحة لم أكتفي من حديثك نهائيا. كنز بصراحة، بس كنز، أضم صوتي لصوتك وبشان الشباب. أجهروا بحريتكم، سمي برنامجك الجهر بالإلحاد طريق إلى الحرية، إلى الكرامة، بكل تأكيد، إلى الخروج من العبودية، من عبودية الخرافة. صحيح صحيح، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. بالضبط. وصراحة أنا أدعو كل أصدقائنا، يا شباب راسلوني واجهروا، البرنامج مفتوح للكل، وأنا مستعد مثل ما قلت من أول حلقة، يعني مستعد أعمل كل نهار حلقة وما عندي أي مشكلة، مستعد أعمل بنهار حلقتين، وأنا مساوي بنهار حلقتين اللي سابقات، يعني إنه معامل بنهار حلقتين، ومستعد أعمل 20 حلقة بالأسبوع، ما عندي أي مشكلة. يا شباب اجهروا، لأنه هاي حريتنا، هاي كرامتنا، هاي دنيتنا، هاي سعادتنا. إذا ما حكينا هالبهاليل هذول راح يتموا يخربوا بيتنا، راح يتموا يتعصونا حياتنا إلى الأبد، وما يفرق معهم، لأنه هذا وضعنا الطبيعي. طيب أختي سميرة، كلمة أخيرة تريد تقوليها للمرأة، للملحد، كلمة أخيرة. تفضلي. ما سامعة. عم بقول كلمة أخيرة تريد تقول. ما سمعتك يا جان، هرب الصوت. كلمة أخيرة والله قوليها للملحد، للمؤمن، للمرأة، لكل تفضلي. أنا بصراحة أحب أقرأ لكم هما أربع كلمات أنا حضرتهم كإهداء، كإهداء في كتابي العظيم هذا على مأساتي، حياتي في الأسر الإسلامي. يعني أنا ولا كنت ولا
ولا ملكة يمين يا عمدي، يمكن ملكة يمين كانت العورة من سرة للركبة، أنا كنت عورة من راسي لساسي، عورة على بلدي وعلى أولادي، وكان مخبي زواجنا، وكنت عايشة فضيحة يعني، وماما هتعرف ومخبيني في الخليج و... أفلام أفلام زواج أكثر من روتانا أفلام. أتمنى أن لسه معك دقيقتين بس ألاقي الصفحة اللي كتبت فيها إهدائي. خلاص أنا فاكراه، ما لقيت الصفحة مش مهم. فأحب أوجه تحية لكل مسلم متدين مؤمن بيطبق البخاري والقرآن ومسلم وكله، أحب أوجه له تحية لو ما مرة افترى واستعمل كلمة أنت طالق وحتجوز عليكي أو تتجوز أو تزوج 10 أو 4 أو 40 ولم يعدل. يعني المسلم اللي ما استعمل الشريعة ممكن نشوفها من جانب حلو، لو عدل يمكن، لو تزوج وما عدل ما استعمل سلطته الشرعية والسماوية في حياته الدنيوية انه يهدد مرته ويخوفها مثل ما حصل لي. انا كل يوم كنت اسمع هطلقك وهتجوز عليك والملائكه هتلعني، كانت حديث الصباح والمساء. فتحيه لكل مسلم ما استعمل هالكلام وما هدد مرته وما عايشها بخوف. تحيه للشاعر الصغير اولاد احمد اللي غادرنا من يومين، واللي انا اعتبره خليفه شعر الحريه، وإذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، أبو القاسم الشاذلي اللي هو خليفته الصغير ولاد أحمد، اللي قال أردت أن أصف وأصف وأصف فلم أجد ما أصف كلمة وأقول نساء بلادي نساء ونصف. فالله بي أسونام كما نقولوا إن شاء الله. غادرنا ذكرى تقعد معنا. تحية واعتذار الأولاد اللي كانوا يقولوا يا ماما ملحدة ماما حاجة، يمكن بوهم مزيل ذي متاع طالبان مدين شوية وعامل حجة، احنا نقول في تونس اللي حج مرة الله يفكنا من شره، هو حج مرة وراني فيها الويل، كان يجيب لي طالبان ويجبدني من شعري ويحب يرجعني العصور الجاهلية، لأن انتقاما من بورقيبة، فقل لهم سامحوني أني طلقت بوكم لأنه ما احترمني، فمع أنه هو أب طيب وإن شاء الله معناها ويعني مع احترامي لحياته I don't care for him يعني، لكن I care لإحساس أولادي بوهم. سامحوني يا أرى ما نجمتش نقعد نعمل كيما نساء اللي تاكل في المسبت، وقولوا احنا تونسي تاكل في السطاكه، تاكل في الضرب، تاكل في الاهانه باش تربي ولادها. لا لا، ولادي اليوم اولادي دكاتره ومهندسين، وبنتي تقرا بالجامعه الامريكيه الصغيره، بنتي الثانيه سجلت لها السنه الجايه ان شاء الله لو نجحت في الباك اتمنى لها النجاح، تمشي تقرا انجينيرينج يعني في فرنسا، تروح على بريبا يعني مدرسه تحضيريه، بنتي دكتوره بحبها مموت فيها، بنتي تؤمن بالكارما، هذه الدكتوره الكبيره تقول لي انا ما بؤمن بعقاب في الاخره، بؤمن بالكارما الجزاء في الدنيا، فيعني نوعا ما يعني عشان هيك انا اقول انا مش ملحده. انا بتمنى تكون الاخت سميره ما انقطع الخط معنا يعني. وعلى كل حال اصدقائي وصلنا لنهايه الحلقه، والاخت فصل الخط مع الاخت سميره. رجعت لنا الاخت سميره. اخت سميره عم تسمعينا؟ عم تسمعينا اخت سميره؟ ايه اسمع، خلاص هذه كلمه النهايه، ربوا اولادكم. تفضلي. سامعني؟ سامعك، تفضلي. كلمة النهاية ربي وأولادكم على الحرية على الكرامة، ما تخافوا من الإلحاد، ما تخافوا، ما في الله، في جزاء في الدنيا، ربنا طيب الناس تحبك، يقول لك هو الإسلام يقول لك أحب الناس من إذا أحبك الله أحب فيك خلقه، فإحنا بنحب الخلق من غير مش محتاجين حبه يعني. فأنا من يوم ما هو حبني أو دخلت في دينه ما شفتش إلا الإهانات والذل،
ومن يوم ما خرجت من ديني وانا رجعت جميله ومبسوطه وحلوه وروحي حلوه وكل حب للناس. انا كنت بدعي عليه وعلى امه وعلى الدين وعلى انا كنت بقيت شريره، بقيت منافقه، بقيت ضد من حبوب، بقيت بصلي بنفاق، بقيت اكره الدين، ها صرت وحش كيف ما داخلي كيف صرت منافقه. اما تحررت صرت فري لايت يعني وخفيفه هيك وبحب الحياه. بالضبط اختي سميره. والدين لا يجلب غير الكراهيه والحروب للاسف الشديد. انا بتشكرك فعلا وبتشكر حضورك ووقتك السمين صراحه، اعطيتينا اياه ساعتين يعني سهرتوني للصبح وسهرناك للصبح. قال لك حواء اول ما شافت ادم اول ما نزلت من ضلعه قالت له انت كنت سهران فين ليله امبارح؟ شوف النكت يعني المراه دايما نكديه للاسف الشديد. المراه هي طلعت نزلت من ضلعه معفن والله. المراه هي زينه الحياه اخت سميره، وهي قنديل الضوء للحياه، الضوء للي يعرف يعني. انا بتشكر للي يعرف وبتشكر اصدقائنا على المتابعه وبتمنى متابعتكم، ويعني ويا ريت تساعدونا بنشر الفيديوهات مثل ما بقولوا، ويا ريت تسووا مثل يعني انا ما بعرف اسوي دعايه للقناه يعني، يا ريت تسووا اشتراك بالقناه يعني لو سمحتوا. طبعا انا مسوي اشتراك ومخليه ناس كثير مسوي اشتراك. شكرا. يلا صيرتوني اتكلم مره مصري مره عراقي مره تونسي مره لبناني. وانا صيرتوني هيك حبايبنا والله كل طيب شكرا كثير اصدقائي، الخط فصل مع الاخت سميرة. انا بشكركم كثير والى اللقاء في حلقة قادمة. الى اللقاء.